المعروف عن أكرم حسني إنه دايماً بياخد مقدم البرامج لمنطقته، بس إحنا النهاردة في أنا وأنا هناخده في منطقته. سمر عندها جرأة طبعاً يعني تحصل عليها، بتطلع من الضيف بتاعها اللي هي عايزاه بمنتهى السهولة إنها تمتلك أدواتها. أكرم واضح عليه إنه شخصية ذكية ومش سهلة أبداً إنك تزنقه. خدي راحتك على الآخر، وأنا ما عنديش حاجات يعني ما أحبش أقولها، يعني متصالح مع نفسي لدرجة إن تعالي نتكلم في أي حاجة. هنحاول في حلقة النهاردة إن إحنا نوريكوا جوانب مختلفة من شخصية أكرم أو سيد أبو حفيظة. أنا عموماً مش شخص صدامي ولا شخص يعني، أنا راجل مسالم ومبحبش المشاكل، فأتمنى إن ما حدش يزعل مني. مساء الخير أكرم حسني. مساء الخير. ازيك يا سمر؟ ازيك انت؟ نور الدنيا. ابو حفيظه ولا اكرم حسني؟ لا اي حاجه، الاثنين حلوين. النهارده اكرم حسني. النهارده اكرم حسني. ماشي. ناس كتير بتشوفك كاكرم ولا دايما الناس بتشوفك بشخصيه سيد ابو حفيظه على طول؟ لا مؤخرا يمكن بعد بنك الحظ ورايح المدام بقى في اكرم، مش كتير قوي، مش زي ابو حفيظه يعني، ابو حفيظه هو الاكتر، لكن بقى فيه اكرم. بقى فيه اكرم. طيب هنبدا على طول بانا والعالم. تمام. انا والعالم بنعرض اخبار من العالم ومن مصر وبنعلق على كل خبر. يلا بينا نشوف الخبر الاولاني. يلا اتفضل. تويتر يرفض حذف حساب دونالد ترامب. ليه بقى؟ بتتابع اللي بيكتبه الاول ولا لا؟ انا الفتره اللي فاتت يمكن مش متابع المشهد السياسي قوي، ان انا طول الوقت بنصور وكده، لكن عارف ان الراجل يعني جريء وبيقول كلام جريء. طب انت شايف ان هو جريء ولا شايفه عنصري؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين، وخاصه بعد القرار بتاع القدس، يمكن عاصمه اسرائيل ونقل السفاره الامريكيه. دايما اي حاجه جريئه ومختلفه بتشد الانظار، وهو من الواضح ان الراجل ليه طريقه تفكير مختلفه فيها الكثير من العنصريه، فاعتقد في الاثنين يعني. ايوه بس نقل سفاره امريكا للقدس انت شايفه جريء ومختلف؟ لا شايفه يعني مشهد زياده من مشاهد اغتصاب الارض والاحتلال والحاجات المرفوضه لينا كعرب بشكل عام، ولكن احنا ما فيش في ايدينا حاجات كتير يعني نقبل بالامر الواقع الى ان نبقى اقوياء كفايه علشان نقدر نغير يعني. انت عارف ان هو بيكتب التويتات بتاعته كل يوم الصبح وهو في الحمام؟ فعلا؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش المعلومه دي؟ لا ما عشان كده التويتات طالعه بالشكل ده. لما بتشوف شخصيه زي دي بتحكم أكبر دولة في العالم، بتفكر في إيه؟ بص، هي لعبة السياسة أصلها لعبة ليها مقاييس ومعايير مختلفة خالص عن اللي إحنا بنشوفه. أبعاد تانية خالص. خالص، يعني الراجل بتاع كوريا الشمالية إحنا كلنا بنشوفه راجل يعني غريب وتصرفاته مختلة. بس بيأثر على العالم. ما هي دي الفكرة. يعني المعايير اللي إحنا بنحكم بيها إحنا قاعدين في بيوتنا. لكن ما نعرفش تفاصيل المشاهد جوه الحاجات ايه. فواحد زي ترامب مثلا انا ما اعرفش يعني كون ان هو وصل لرئاسه اكبر دوله في العالم، فهو الراجل اكيد يستحق ده يعني. طب نشوف الخبر التاني. سجين اسباني يعود الى الحياه في ثلاجه الموتى بعد ساعات من اعلان موته. يعني مات ورجع؟ ده سجين اعدموه وثلاث دكاتره كشفوا عليه. أوكي. وطلعوا تقرير الوفاه. اتحط في الثلاجه بتاعه الموتى وخرجوه علشان يشرحوه، لقوه عايش. ده يا بخته، ده كتب له عمر جديد. لا ده يا بخته والله. يعني احنا دايما عندنا الـ السؤال اللي نفسنا كلنا نعرفه، هو احنا لما هنموت ايه اللي هيحصل؟ فده مات يعني ده شيء، ده ممكن يحكي لنا يعني، ده ممكن يقول لنا اللحظات بقى وهو بيموت ايه اللي حصل. ساعات بقعد افكر في الحاجات دي ونفسي اعرف اجابات يعني، ودايما طول الوقت عندنا مشكله ان اللي بيموت ما بيرجعش، فاحنا ممكن نتشبث بالراجل ده مات ورجع. عندك فضول ان انت تعرف بعد الموت هيحصل ايه؟ طبعا طبعا. ليه؟
علشان احنا كتير بنتلهي جدا في الدنيا وفي الحاجات وبننسى الاساسيات بقى اللي هو احنا جايين نعمل ايه اصلا في الدنيا واحنا صح ولا غلط يعني ايه الهدف من الرحله. طب اكرم حسني جاي يعمل ايه؟ احنا جايين نعمل ايه في الدنيا من وجهه نظر؟ والله مبدئي انا وجهه نظري الشخصيه ان انا جاي ببسط واحاول اثر في الناس بشكل ايجابي. التأثير ده بأي شكل من الأشكال بقى، إن أنا أسعد حد، إن أنا أساعد حد، إن أنا يعني أكون سبب في إن حد يعيش بشكل أفضل وأتبسط. يعني أنا مبدأي الأساسي إن أنا جاي الدنيا أتبسط وإن شاء الله لما ربنا يكتب لي يعني تيجي ساعة أجلي بعد الشر أبقى لا ما هو مش شر يعني كلنا يحصل ده، أبقى بقابل ربنا وأنا يعني عامل حاجة كويسة. طيب ايه رايك بقى في الناس اللي ضد العقوبات السالبه في الحياه؟ الاعدام زي الاعدام. برضو هتكلم عن رايي الشخصي، ملوش دعوه باي شرع او باي اديان او باي انا ما بقدرش اشوف شخص بيتعدم يعني أكيد. وفكره ان يبقى في ميدان عام وتمثيل يعني المنظر ده بالنسبه لي مؤذي جدا جدا ايا كان الجرم اللي عامله. اصلا انهاء حياه شخص دي ربنا اختص بيها، ففكره ان انا اكيد في قصاص واكيد يعني في عقوبه. يعني تقصد ان هو لازم يكون قرار الهي مش قرار لقاضي او انسان تاني يحكم يعني على بني ادم؟ يعني برضو انا لو بتكلم عن رايي انا الشخصي اللي ملوش علاقه باي حاجه، يعني تعالوا نعاقب تعالوا نعاقب الاشخاص بسلب حرياتهم للاخر لكن مش انهاء حياه. تقصد مثلا السجن مدى الحياه مثلا اي عقوبه بس ما تنهيش حياته. قد يكون الشخص ده اصل كلنا بنغلط. يعني اكرم حسني ضد عقوبه الاعدام في رايي الشخصي. طب العقوبات بقى البدنيه رايك فيها ايه؟ زي الجلد مثلا، اللي بيسرق ممكن يقطعوا ايده. ما هي اصل دي نقطة جدلية ودي بترجع لتشريعات سماوية وانا لا ادعي ان انا راجل دين وفاهم في الحاجات، بس على حد قراءاتي ان ده موجود شايف في الديانة. شايفها ازاي كأكرم برضو زي ما شفت؟ انا كأكرم اي شيء فيه ايذاء بدني او حاجات تختص يعني حاجات ربنا مختص بي، انا بقى ازاي انا اخد قرار اني انهي حياه شخص؟ الشخص ده ممكن يكون في اخر وقت في حياته على فكره ده على اللي موجود في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي انت بتقوله ده. طيب ده انا راجل عالمي اهو. تيجي بقى نشوف التقرير الجاي يا عالمي. يلا يا عالمي طبعا. محمد صلاح فاز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا سنة 2017. طبعاً أقيمت الأفراح والليالي الملاح ونام الناس في مصر من غير ما يجي في خيالهم الجدل اللي هيحصل على السوشيال ميديا من تاني يوم الصبح. الجدل أثاره رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في أوروبا لما اتهموا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالفساد لأنه منح اللقب لصلاح وصلاح مصر مش أفريقي. البعض كتب صلاح مصري وليس أفريقي وحد تاني كتب إزاي صلاح مصري وأفريقي في نفس الوقت. الموضوع يبان دمه خفيف لكنه بيفكرنا بحسن أرابيسك في المسلسل الشهير لما هد الفيلا اللي كان بيشتغل فيها لأنه ما كانش عارف يحدد أنهي هوية لمصر ممكن يعبر عنها من خلال فنه، وسأل مصر دي إيه بالظبط؟ فرعونية ولا قبطية ولا إسلامية ولا عربية ولا أفريقية؟ مدام تاريخ مصر طويل قوي كده يبقى لازم نعرف تاريخنا الأول. صحيح، مصر دي إيه بالظبط؟ وليه تركيبة بكل الغنى ده بدل ما نوسعها على نفسنا ونحاول نفهم ونقبل ونهدم طبقات المعنى اللي سابتها جوانا بنضيقها على روحنا وعيشتنا. في بعض الناس شايفة أو مش عارفين لحد دلوقتي هوية مصر إحنا إيه؟ هو بغض النظر عن ده بس أنا عايز أعلق على محمد صلاح. يا ريت نعلق مع بعض. بص أنا شخص ملوش في الكورة النهائي ولا اعرف، ما عنديش اي معلومات عن الكوره ولا اهلي ولا زمالك ولا اي حاجه. انا لحد مثلا 3 4 سنين كنت شفت اسامه عرابي بيلف التراك كده مع لعيبه، فقلت لحد من اصحابي نبيل بقول له اسامه عرابي لسه بيلعب؟ فقال لي حبيبي ده بيدرب دلوقتي. انا اخر جيل اصل كان كاس العالم اللي هو زمان 86 باين اللي هو علاء ميهوب وهشام او 90، ما عندي معلومات رياضيه صفر. بس الحقيقه محمد صلاح لازم نقف عنده لان طبعا.
انا بشوف غير ان هو لعيب شاطر جدا وكل حاجه ويستحق واجهه مشرفه ولاعب مشرف الحقيقه، غير كده محمد صلاح عمل حاجه احنا مفتقدينها بقالنا سنين كتيره، عمل مثل اعلى. احنا ما عندناش دايما عندنا يعني الله يرحمه الدكتور احمد زويل مثلا، كنت تسالي احنا نفسنا نبقى زي مين؟ نبقى زي الدكتور احمد زويل. مؤخرا فكره المثل الاعلى ما بقتش موجوده، محمد صلاح رجع دي حقيقه ان الناس بقت عايزه تبقى زي محمد صلاح. ف واضح ان الراجل ده يعني في عمار كبير كده بينه وبين ربنا، صح. لان ربنا ما بيحبب حد بيحبب خلقه فيه، واحنا نفسنا يبقى فيه محمد صلاح كتير، كل الناس هتستفيد. 90 مليون محمد صلاح ده كتير قوي. طب احنا كده طمعين قوي على فكره والله، طالما في يعني بيصب في مصلحتنا يبقى يا ريت. طب لو رجعنا بقى للتقرير وفكره ان في بعض الناس مش عارفه هم ايه ومش عارفين هويه مصر ايه، شايفها ازاي؟ احنا ايه؟ احنا مصريين. مصريين ايه؟ فراعنه ولا افارقه ولا اقباط ولا ثقافه اسلاميه عربيه، شايفها ايه ردا على التقرير والسؤال اللي بيطرح في التقرير؟ من معلوماتي برضو احنا مصريين فراعنه، يعني اصل حضارتنا هي الحضاره الفرعونيه، ونتمنى تحقيق فكره العروبه بمعنى تجميع العرب وان احنا نبقى موحدين بكلمه واحده. كنت انا عملت حلقه زمان عن حلم ان العرب اتجمعوا وعملنا عمله موحده زي اليورو كده، بس طلع حلم في الاخر، في نهايه الحلقه كان طلع حلم. في بعض المطارات العربيه بيخلوا الباب المصريين لوحده وباب العرب لوحده. تعليقك ايه على ده؟ ما اعرفش ايه البلاد اللي بتعمل كده، بس هو موقف اعتقد عنصري، يعني مصري عربي كلنا غريب. صح كده، موقف غريب. طب نشوف الخبر الجاي. يلا. السلطات الكندية بتحقق مع رجل هاجم طفلة بمقص لتمزيق حجابها. ايه رايك بقى وتعليقك؟ الراجل ده جنسيته ايه؟ كندي. اوكي. ده بيرجعنا لفكرة الحجاب، وأنا بشوف الموضوع حرية شخصية، بس هي طفلة. إيه رأيك طيب في حجاب الأطفال؟ يعني مش لابسة الحجاب باختيارها، أهلها هم اللي ملبسينها. أنا ضد الإجبار في أي شيء، ومع حرية الاختيار في كل شيء. فلو هي طفلة ومدركة هي بتعمل ايه وبتفكر ازاي وشايفه ان الحجاب بيقربها لربنا ودي الصله بتاعتها بينها وبين ربنا، تلبس الحجاب. مش من حق اي حد انه يمنع حد انه يعمل حاجه ايا كانت الحاجه دي ايه، الا اذا كانت بتضر. انت حر ما لم تضر. فضد التصرف طبعا. طب انت شايف من وجهه نظرك العنف اللي حاصل دلوقتي في العالم، في خناقه كده قايمه في العالم كله، سببها ايه؟ في ايه؟ ليه الناس بتتخانق؟ اعتقد في موروثات دينيه يعني مفهمه الناس ان انت على حق وغيرك على باطل، وانت مفوض من ربنا ان انت تغير ده. نقدر نقول ان الموروثات الدينيه دي في الثلاث ديانات ولا في ديانه معينه من وجهه نظرك؟ انا ما قريتش في الانجيل وفي التوراه، ولكن من حد قراءاتي يعني ومتابعاتي للبرامج الدينية والكتب الدينية، مش ده مفهوم النص، ولكن الناس فهمت ده ونقلت خطأ ان هو ده الدين، فبقت الناس تستغل الدين علشان تمارس العنف بحجة ان ده شرع ربنا قال لنا نعمل كده يعني. وده مرفوض يعني، رفض باب. يعني بيستغلوا الدين الإسلامي للسيطرة على حياة الآخرين. طبعا. مين فوضك علشان تقتل باسم ربنا وتقول ان هو ده الاسلام؟ محدش. نشوف الخبر الجاي. يلا. ده بقى ليه علاقه باكرم حسني جدا. طب يلا. خف الدم اكرم حسني. فعلا. يلا. لن تتخيل من ما صنع هذا المرحاض الفاخر وكم يبلغ سعره. هو الخبر ملوش علاقه بيك بس دمه خفيف. من الحاجات اللي انت دايما بتعلق بيها. لا لا. انا قلت ليها علاقه بيها. لا لا. القعده دي. هو مصنوع من ايه بقى؟ بص بقى، دي فنانة أمريكية جابت مجموعة شنط لوي فيتون وراحت عملت التواليت منه. طب وهان عليها. 24 شنطة. وطبعا أنت عارف بقى اللي بيعملوا ميزانية الدولة دول. طبعا. سعره إيه؟ طبعا. يعني بيبدأ من كذا لكذا. طبعا. طيب
راحت عاملة إيه؟ عرضته بقى $100,000. ليه واخد ناصية ولا إيه؟ ما؟ تقريباً كده. ممكن أخد حاجة إيجار جديد جنب الطريق ده. أو يمكن هيكتبوا تويتات مثلاً من عليه. مثلاً أنا عرفت الأخ ترامب. إيه رأيك؟ طب. طب. لا بس وفي حد بيستخدمه؟ ولا هي عرضاه للبيع ولسه ما؟ لا هي عملته بقى عشان الناس تشتريه. واكيد في ناس هتشتري. بس انا مش هيهون عليا اعمل حاجه فيه يعني. انت ممكن تعمل كده. يهمك قوي بقى الماركات وان انا الحمام يبقى كذا وال ده يبقى كذا ولا ما بيهمكش؟ بصي علشان ابقى صريح معاكي انا ما بحبش امثل يعني. انا في الاصل ما الحاجات دي ما بتفرقش معايا خالص. ولكن يمكن مؤخرا لقيت الناس بتهتم بيها فابتدى يفرق معايا. شويه يفرق معايا مش بشكل كامل لكن بس داخل فيه اهو بدات ايه لحد ما يعني بدات تركز بقى لبسك ايه ساعتك ايه الجزمه بس في حاجات برضو إيه؟ بالنسبه لي هي غريبه قوي يعني في اسعار بتبقى مبالغ فيها لما هدفع في ساعه $500,000 يعني بقف عندها بصراحه. ايوه يعني بس الفنان اول ما بيتحط عليه السبوت لازم يبدا يركز في الحاجات صح؟ هقول لك فكر يمكن يبقى قديم ولكن ده دي طريقه تفكيري. انا بشوف ان لا الساعه هتزودني ولا هتنقصني. هو انا لو عندي موهبه والناس بيحبوها لو لبست الساعه زي ما ملبستهاش. طب ابتديت ليه تهتم طالما انت فكرك كده؟ يمكن بقى ما يعني ان ساعات الواحد بيفكر زي اللي حواليه. ساعات ممكن اللي حواليك ياثروا عليك فيخلوك تبقى زيهم. بليمت انا يهمني بس ان الحاجه يبقى شكلها كويس وما تبقاش يعني غاليه قوي لحد يعني في ليمت كده معين مش هينفع حرام تعدي. يعني بستحرمها يعني. طيب احنا كده خلصنا اخبارنا نطلع للفاصل ونرجع بقى نبدا حوارنا مع بعض. خناقه؟ لا ان شاء الله ما فيش خناقات. جاهز؟ يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانية ولسه هنبدا حلو دلوقتي. حلو مزيكة البرنامج. عجبك المزيكا؟ مين اللي عامل المزيكا؟ تامر كروان. عظيم. ايه رايك؟ ما بيجليش؟ لا 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 الحمد لله بتجاملنا. لا خالص. تامر كان عاملها موسيقى تصويريه لرايح المدام وطبعا يعني التاريخ مش لا نختزله في رايح المدام ولكن هو عبقري يعني بوجه له تحيه. وعلقت مع الناس عايزه اقول جداً ان خلاص انت بقيت بتعرف ان الميوزك دي انا وانا. ايوه مبهجه جدا. طيب انا وانا بقى دي فقره العيله والصحاب واكرم وبيته. بيته الصغير وبيته الكبير. اكرم حسني ضابط شرطه 10 سنين مذيع راديو كوميديان. لخص لي بقى التحول ده في جمله واحده. بدات ازاي وانتهيت ازاي؟ في جمله واحده. الحياه اقصر من ان احنا نضيعها في حاجه ما بنحبهاش. هي دي الجمله اللي تختزل. يعني نفهم من كده ان انت ما كنتش حابب فتره ما كنتش ضابط شرطه. لا مش حابب بس مش دي اكتر حاجه بحبها. في فرق بين ان انا ما بحبش او بالنسبه لي الوضع عادي. هي وظيفه بحاول اجتهد فيها علشان اكون متميز وادي دوري فيها بشكل كويس لكن كل واحد فينا في الدنيا ربنا خلقه بيحب حاجه وبيعرف يعمل حاجه. في ناس تكتشف ده وناس لا. فانا كنت يمكن من المحظوظين اللي اكتشفت انا بحب ايه وبعرف اعمل ايه فكان عندي جرأة ان انا هاخد القرار وهنفذه ايا كانت يعني تبعاته ايه. طب اثر ازاي القرار ده على اللي حواليك؟ في البدايه طبعا كان تاثيره سلبي جدا من اقرب الناس ليا. كان ابويا رافض تماما ربنا يديله الصحه يعني للتحول ده. كان شايف ان انا واحد سفيه يعني بعد 4 سنين كليه وعشر سنين بشتغل فيهم بغير كارير كامل فوظيفه ليها برستيج فكان بيتعامل معايا ان انا مختل يعني بسيب كل ده علشان اشتغل في اذاعه خاصه لسه بتبدا بقالها سنتين. وقتها كان برضو الموضه بتاعه القطاع الخاص بيمشي الناس واخويا كان مش نفس طبعا وهو كان انا كنت متفاهم خوفهم عليا وخوفهم على مستقبلي بس انا كان بيحركني يعني يقين كده في ان انا عندي حاجه واكيد ربنا مش هيخيب ظني طالما انا بسعى وبشتغل وبجتهد. وده مبدا طول الوقت عندي ان طالما عملت حاجه بجيب بعصر نفسي فيها علشان اجيب اخرها. نتيجتها ايه دي بتاعت ربنا بس انا اللي عليا ان انا يعني اموت نفسي فيها.
طيب في فيديو بقى عايزاك تشوفه ونرجع نبدا برضو كلامنا. يلا. امن الاوطان صناعتنا عبر الازمان، وامان الشعب رسالتنا في كل مكان. مصورة وضربت عروق كتير، عرض الأشرف وأمه سمير، أصل معانا عروض للركب. شم بم 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 شمر يلا ركبت يلا، اشحن يلا اكسب يلا ركبت يلا. مسخرة. أنا برضو أكرم بتاع شمر يلا أقرب لك أكتر. أقرب لي أكتر. أقرب أكتر. تحول عجيب يعني من الهيبة واللغة العربية. أنت كنت بتغني إيه صحيح باللغة العربية؟ ده كان هو لواء دلوقتي أيمن صفر علي، وكان وقتها هو اللي ماسك فريق الموسيقى والكورال في كلية الشرطة. وأنا طبعا أنا يعني حتى وأنا في الداخلية كنت بقى يعني عايز أي مخرج يوديني ناحية الحاجة اللي بحبها. ففي اول 45 يوم اللي هي فتره المستجدين ما بنخرجش من الكليه يعني. فاحمد اخويا كان في سنه رابعه في الكليه، فقبل ما اخش قال لي بص الفتره الاولانيه دي عشان هي صعبه، فلو عرفت تخش اي فرقه الفرق بيخففوا شويه من تهون على نفسك شويه. فانا كل شويه يعدوا علينا مين يشترك في فرقه الصعقه، مين يشترك في فرقه المظلات، كلها حاجات مش انا. فلقيت واحد يا عيني، وطبعا الفرق اللي بقول لك عليها دي يعني في 100 واحد بيرفع ايده. فلقيت واحد معدي، مين يا جماعه اشترك في موسيقى كورال كليه الشرطه؟ رحت انا الوحيد اللي رافع ايدي. انا بقى بموت في الدرابوكا والحاجات دي. رفعت ايدي ورحت مشترك في الفريق الكورال، فصوتي زي الزفت طبعا. لا في فريق بس يعني كنت انا من المستجدين، كنت انا يمكن انا واحد او اثنين كمان يعني. وكنا بنمثل كلية الشرطة بقى في دوري شباب الجامعات والحاجات دي، بنروح نغني في أماكن وبتاع، وأنا صوتي مش حلو، فكانوا بيصدروني أغني سولو. فيا جماعة ما تعملوش كده هنخسر أكيد. كنت بتغني إيه؟ أنا عايز أسمع، غني لي. ما أنا مش عايز أأذي الناس. طب أنا عايز بس قبل ما أغنيها أأكد لأن الناس كلها فاكرة إن في أبو حفيظة وفي المسلسل كنت ناس بيقولوا لي صوتك حلو. هو يا جماعة اللي بيغني مش أنا، اللي بيغني مطرب موهوب جدا اسمه عماد كمال. وهو عماد يعني مظلوم لأن طول الوقت إحنا يعني سارقين مجهوده وبننسبه لنفسنا غصب عننا. أنا نفسي أقول للناس كلها إن المطرب الموهوب الشاب ده هو صاحب الصوت، بس ما الناس مقتنعة إن أنا اللي بغنيها. عشان الصوت ماشي معاك قوي على فكرة. هو علشان أنا طول الوقت بعمل ليبسينك على الغنى اللي هو بيغنيه، فالناس ارتبطت إن الصوت ده بتاع الراجل هو ده. هو بتاع أكرم. فنقول لهم إن هو عماد ما يصدقوش، فأنا بأكد للمرة أقول للمليون إن عماد اللي بيغني. لازم نغني يعني؟ لازم. أنا حتى نسيت الكلام، خلينا نقول من أول الدخول. قول. مكتوب لغنيلك واغزي المواويلك، ونجف نبع الحب يرويها عسل نيلك. بس فأنا بقى متصدر في الموقف ده. طبعا كنا بنخسر على طول. وأقول لهم طب أنتم ما أنتم مصدريني، هتكسبوا إزاي يعني. نرجع بقى لموضوع الظلم. استقلت من الشرطة لأنك حسيت أن أنت مثلاً ظلمت حد، أو ظلمت حد أثناء فترة شغلك؟ لا، أنا يمكن الشخص الوحيد اللي حسيت أنه ظلمته هو أنا. لفت نظري جداً أن أنت سلمت عهدتك الميري في مطعم. هو كان أنا آخر جهة كنت شغال فيها كان تأمين الأفواج السياحية في أسوان. وانا يعني كنت بشتغل في نجوم اف ام، وانا على قوه الداخليه. عملت قرار الاستقاله، والمفروض ان انا اسلم بقى الطبنجه والذخيره والحاجات اللي معايا. فكان ضيق الوقت مانعني ان انا اسافر اسوان اعمل ده، فكل شويه يكلموني يقولوا لي تعالى سلم العهده بتاعتك. اقول لهم طب ايه يعني افضل بس واجي. فاخر ما زهقوا قالوا لي احنا هنبعت لك ضابط العهده بإخلاء الطرف يستلم منك الحاجة. قلت لهم ماشي. فالظابط جه بيكلمني انت فين؟ اقول له انا في المهندسين. طب نتقابل فين؟ اقول له طب اديني نص ساعة واكلمك. وانا بقى كنت في بداية شغلي في الإذاعة، عايز اعمل كل حاجة، فبشتغل هنا واروح اعمل في او هنا، اسجل بصوتي حاجات، واروح اعمل دوبلاج مش عارف في ايه، فبتنطط كتير يعني.
كل شويه يكلمني اقول له اصل انا في مصر الجديده بعمل مش عارف ايه. فالاخر ما زهق قال لي هقابلك في اي حته. قلت له طب انا في المرغني، ما تقابلني في المطعم الفلاني. قال لي ماشي. بس فكانت اللقطه كده الناس طالبه يعني داخلين يطلبوا سندوتشات وانا بعد طلقات. يعني انت حتى تسليم عهدتك الميري بشكل مختلف. بشكل مختلف يعني ما هي يعني هي كل الناس بتسلمها بشكل وانت سلمتها بشكل تاني. طب اكرم انت هزارك ساعات بيبقى تقيل؟ يعني نادرا بس بيحصل ساعات. بيحصل؟ طب بعد كده بيقولوا لك ولا انت بتحس ولا ايه؟ انت تقصدي هزار تقيل ده اللي هو يزعل ولا بالايد؟ الاثنين. لا انا ما بهزرش بايه يعني انا لا اميل شخص لا اميل للعنف بس في كلام بيبقى اقوى من الضرب يعني مش لازم تضرب او بيوجع اكتر. صح. انت من النوع ده؟ لا ما انا بقول لك نادرا ما بيحصل ولما بيحصل ده بعتذر يعني بعتذر عنه فورا يعني. طيب في فيديو بقى عايزك تبص عليه. يلا. هو في خطا شائع كده ان الكوميديان ده 24 ساعه بيقول افيهات وانا اكبر نموذج على كذب النظريه دي. بستغرب لما اقابل واحده مثلا تقول لي انا لو اتجوز واحد زيك 24 ساعه بضحك. يجوا يشوفوا مراتي. احنا السبت اللي جاي عندنا جلسه في محكمه الاسره. هي ماشيه في اجراءات خلع وهتحصل عليها انا متاكد. بتبعد العين ولا ايه؟ ده انا عايز اقول لك ان نزل بقى خبر ان فعلا مراتي انا بقولها على سبيل الهزار. لا في مواقع نزلتها ان في جلسه خلع يوم السبت اللي جاي ومرات اكرم حسني بتسعى لخلعه يعني خدوا الموضوع. في ناس شافته ان ده هزار تقيل يعني هزار. لو اعتبرنا ان الشخص الطرف الاخر اللي بهزر معاه هو مراتي فهي ما زعلتش. ما زعلتش يعني عارف. لا لا هي عارفه ان انا بهزر. بتهزر على طول. وهي متفهمه جدا جدا لطبيعه شغلي ولشخصيتي ما اعتقدش انها مره زعلت من حاجه. طب تعاملت مع الموقف ده ازاي؟ قلت لهم يا جماعه انا بهزر وما فين؟ رديت على الناس. لا. اللي نزلوا بقى اخبار. لا. لا. مش صح. اصل اقول لك على حاجه ما يعني لو قعدنا نرد على كل حاجه غلط بتتكتب هنسيب شغلنا ونقعد يعني زي مثلا في بعد رمضان اللي فات لقيت مدام رجاء الجداوي مكلماني وزعلانه جدا. شفت يا اكرم؟ قلت لها ايه؟ قالت لي جوزوني انا وانت وصحفيه مكلماني بتقول لي انتوا بتقضوا شهر العسل فين؟ لمجرد ان احنا صوره في المسلسل اللي اتنشرت وانا نزلتها على السوشيال ميديا وقلت ان قريبا في احداث المسلسل. مفهوم طبعا. فهي في حاجه هتقعدي بقى تردي على كل واحد تقولي يا جماعه لا ده وكان مسلسل وخلاص يعني. طيب بما ان بقى الناس مش عارفه اكرم حسني ما كانوش يعرفوا يعني انت متجوز مخلف اتعرفت ازاي على مراتك؟ كنتوا بتحبوا بعض ولا دي ليها حكايه لطيفه صالونات ولا ايه؟ دي انا هحكي لك. انا قعدت فتره كبيره جدا انا عايز اتجوز من وانا صغير من وانا حاجه 21 سنه مثلا عايز فكره الاستقرار والبيت وان يبقى ليا اولاد وانا من الناس الرومانسيين قوي اللي هو العشاء والشموع واكيد البيت هيبقى دافي الحاجات اللي هي اللي كلنا بنحلم بيها دي يعني. فبدور على الموضوع ده بقالي كتير واللي كانت معايا في الرحله دي اختي ايناس. كل شويه تجيب لي واحده من صاحبتها كل شويه تقول لي طب ما تيجي نروح في الحته الفلانيه واحنا برضو علشان شغلانتي كانت بتفرض عليا يعني ضابط شرطه يا اما في شغله يا اما نايم عشان يصحى يروح شغله ما عندكش وقت خالص ما عندوش وقت وما عندناش برضو ما عنديش مثلا واحده زميلتي في الشغل ممكن نقعد جنب بعض ما فيش الكلام ما فيش مساحه فهي المجتمعات اللي حواليا ضيقه فكانوا بيخلقوا لنا فرص بقى علشان واحده صاحبه اختي واحده صاحبه مش عارف مين ففي يوم من الايام اختي كانت بتتجوز بتجهز لترتيبات جوازها وهو جوزها دكتور احمد عايش في عمان فهي رايحه له فقالت لي انا هنزل اجيب شويه حاجات قبل ما اسافر فتعالى معايا في احد المولات يعني فقلت لها بقول لك ايه انا مش فاضي كنت بقى مخلص شغل وهم الساعتين ثلاثه اللي بريح فيه قلت لها لو عايزه تتفسحي ولا بتاع تعالى قعدك في اي حته قالت لي لا انا عايزه اروح المكان ده اشتري منه حاجات ليه المكان ده قالت لي هو كده حاضر فنزلنا رحنا اشترينا الحاجات اللي عايزاها وبعد ما خلصنا فانا لقيت بنت رايحه تشتري ايس كريم وشكلها بالنسبه لي يعني شكلها ملفت وشها بريء جدا شكلها طيبه كده ولاحظت ان في واحده ست محجبه كده اكبر منها سنا ربطت ان دي مامتها فرحت قايل لي ناس تعالي شايفه الست اللي هناك دي قالت لي قلت لها روحي لها اساليها اذا كان البنت دي بنتها ولا لا ولو بنتها اساليها هي مخطوبه ولا لا كده على طول يا اكرم فرحت ايناس رايحه سالت الست فانا قاري الموقف من بعيد انها بترد عليها ان بنتي وان لا مش مخطوبه
فرحت رايح للست دي قلت لها مساء الخير يا فندم، انا اسمي كذا وبشتغل كذا وانا شفت بنت حضرتك وعايز اخطبها. وانت ما تعرفهاش يا اكرم ولا اي حاجه ولا ولا تعرف شخصيتها ولا ايه؟ ولا مجرد اي شكلها حاجة بس. هو لسه شايفها من 3 ثواني. فالست طبعا قالت ده سفيه، يعني قالت لي طيب ده رقم تليفوني من تليفون الست يعني وكلمني. فتاني يوم كلمتها فقالت لي هو انت بتتكلم بجد؟ انا مش يعني ايه تخطب واحده؟ قلت لها بقى يعني ما اكيد مش هروح اعاكسها، فهي دي الطريقه الشرعيه الوحيده، القناه اللي اقدر. قالت لي طيب هي يعني لو عايزين ممكن تتقابلوا، اختها تنزل معاكوا تقعدوا تتعرفوا على بعض. فيمكن حصل موقف، اتفقنا نتقابل في مكان ما في مطعم. فانا قعدنا الساعه 8، رحت انا 8 الا ربع وفضلت قاعد مستعجل بقى. لا يعني لازم برضو اللقطه الاولانيه تباني ايه ملتزم وفي مواعيدي والحاجات دي، وده اول تعرف يعني. طبعا الساعه 8 جت وهي ما جتش، 8 وربع، 8 ونص، 9 الا ربع. فقلت معقوله يعني؟ فرحت متصل بيها قلت لها هو لميس انت فين؟ قالت لي انا قاعده في المطعم وانت متاخر. قلت لها قاعده في المطعم فين؟ قاعد جنب الباب. قالت لي انا قاعده جنب الباب. طلع انها رحت فرع مدينه نصر وهي راحت فرع الوزه. لا لا لا. فقلت يعني معقوله تبقى دي علامه من ربنا كده ان هي تخلع، ولا انتوا مش هتتفقوا ولا ايه؟ طب عملت ايه؟ رحت لها طبعا المكان اللي هي قاعده فيه واعتذرت لها. قابلت 11 بقى بدل 8 بقت 11 كده. وخدنا اذن بقى ان احنا هتتاخر بره شويه وبتاع، وبدانا نتكلم مع من بعض. من هنا جت العلاقه. بعد 10 ايام ارينا فتحة على طول يعني. الموضوع مشي على طول. بعدها بحوالي شهرين اتخطبنا، بعدها باربع شهور اتجوزنا على طول. طيب هنروح بقى لاسرتك الكبيره. في صوره عايزك تشوفها معايا. يلا يا حبيبي. ده بقى كابتن حسني عبد الرحيم والدك. مظبوط. ده اغلى حاجه عندي في الدنيا، هو وامي ومراتي واولادي. ده قلب دفاع بقى نادي الزمالك في الستينات. مظبوط. الجيل بتاع كابتن حمد امام وكابتن ياكن حسين وانت بتقول مالكش في الكوره خالص. خالص خالص ولا افقه شيء. احمد اخويا هو اللي جنب يعني شغلانته كضابط شرطه بيمتهن التدريب. بيحكي لكم بقى ازاي عن الفتره دي، فتره الزمالك و... لا احنا كنا وتألق الزمالك. احنا كنا بنروح مع بابا النادي زمان، لان بابا كمان بعد ما بطل كوره، هو بطل كوره بدري لان كان جات له اصابه فما كملش. هو بقى مدرب يعني، درب فرق كتير جدا، نادي المقاولين العرب واشبال الزمالك، وراح الامارات كان بيدرب نادي اسمه الفجيره ونادي مصر للطيران بحكم ان هو كان بيشتغل مهندس في مصر للطيران. فاحنا كنا طول الوقت بنروح مع ابويا وبنحضر بنحضر تدريبات وبنحضر، وكان بيمرنا يعني، كان شايف ان ممكن يبقى في حد فينا في امل يعني. وما طلعتش يمكن ده اللي كرهك ان لا ما فيش بقى يعني امل ايه بالشكل ده؟ في لعيب كوره بكرش؟ لا ما حصلتش يعني. بس انت زملكاوي؟ طيب انا والله فعلا مش بشجع. عرفنا ان انت زملكاوي كده خفيف يعني. لا هي لو عايزه تحسبيها بالوراثه ماشي، لان انا ابويا واخويا زملكاويين، لكن انا ما عنديش انتماءات كرويه، ولو عندي على فكره هقوله. انت مش عايز تخسر حد؟ لا 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 خالص، انا فعلا ذكاء يعني، فعلا ذكاء في الرد. والله ما ابدا. اول ما شفت الصوره قلت حبيبي واغلى طبعاً حاجه عندي. طبعا صح، طبعا ربنا يديله الصحه يا رب. طب تقول ايه عن باباك؟ ابويا شخصيه، او اي حد بيبقى شايف ابوه احسن حد في الدنيا، بس هو حقيقي شخصيه مؤثره جدا في اللي حواليه، يمكن بحكم كمان شغلانته مدرب دي يعني قائد يعني بيقود فرقه كامله ب 11 لعيب بالاحتياطي، عندهم كل واحد عنده مشكله. فكنت بحس ان ابويا اب للعيبه زينا يعني، كنت مثلا بسمعه بيتكلم في التليفون ان فلان اللعيب الفلاني عنده مشكله تخص بيته بيقعد يحلها له زي مشاكلنا. فهو شخصيه قياديه، شخصيه بتعرف تسوق يعني. ربنا يديله الصحه، هو يعني بيمر بازمه صحيه بقاله فتره كده. ربنا يديله الصحه يا رب ويعدي على خير ان شاء الله. هيعدي على خير. نبدا بقى على اصحابك ونشوف شهادات اصحابك وقالوا ايه على اكرم حسني. يلا خلاص يلا بينا. 3-4 جمل اوصف اكرم حسني. اول حاجه هو انسان جسمه غريب جدا،
يعني تحس قلتها له في المسلسل قبل كده، تحس ان جسمه اللي فوق صاحب مطعم واللي تحت لعيب كره معتزل. تاني حاجه، دي حاجه حلوه بالنسبه لي، هي مش شتيمه اللي انا هقولها، هو شخص تافه جدا اكرم حسني، يعني واحد عنده ابن وابنه 12 سنه و7 سنين وبيعمل الحاجات اللي احنا بنعملها، فده حاجه بتبهرني. الحاجات بقى الحلوه ان هو اكتر حد لما بحتاجه بيقف جنبي في وقت صعب قوي، وقف جنبي اكرم حسني. يمكن بدون مبالغه هو اكتر شخص موهوب انا اشتغلت معاه في حياتي، انا واكرم حسني. ده بجد الكلام ده عمرنا ما اختلفنا، حتى ممكن تسالوه يعني احنا ما حصلش بينا خلاف في اي موقف. ممكن كان بيحصل اختلاف وجهات نظر مثلا لو مشهد هنعمله بالطريقه دي او هنعمله بالطريقه دي، بس ده ما يعتبرش خلاف، ده يعني بنحاول نوصل لاحسن حاجه ممكنه. لكن خلاف الحمد لله يعني ربنا يديم علينا عمرنا ما اختلف. اغرب حاجه بيعملها اكرم يشتري حاجات غريبه جدا، يعني ممكن نبقى مسافرين بره تلاقيه اشترى ادوات مكتبيه برقم كبير قوي، نخش مكتبه يبقى مخلص عليها كريدت كارد، فده ما ده حاجه غريبه قوي يعني عنده بصراحه. اكبر عيب في اكرم حسني عايز يعمل كل حاجه في نفس الوقت، يعني اكرم حسني بيحب الشغل اكتر من اي حد في الدنيا. يعني اكرم ما شاء الله اكبر، يعني عامل برنامج، خرجنا من مسلسل كمل ابو حفيظه، عمل الاعلان، دخل الفيلم، بعدين دخل المسلسل، يعني ناقص يلعب باليه بس ويبقى عمل كل حاجه بس. لكن ده انا شايفه، بس هو مش عيب، هي ميزه ان هو عايز يشتغل ويجتهد، بس ده بيجي على حساب صحته. يعني احنا يوم 25 رمضان من كتر ما هو كان شغال على المسلسل وعلى الاغاني وعلى الحاجات وعادات السيناريو والكلام ده، اللي هو ان احنا بنتناقش مع تامر وولاء شريف، يوم 25 رمضان اكرم كان في دار الفؤاد، وحتى انا كلمت طارق الجنايني فركشنا اليوم ده، وكنا لازم نصور عشان الحلقات تتسلم، والدكتور قال لي مش هينفع، واكرم صمم ان هو ينزل اللوكيشن اصلا تاني يوم وصور فعلا. فهو بيجي على حساب نفسه جامد جدا للشغل، يعني هو دايما عنده الحياه سهله جدا، اي حاجه بتحصل يلا بينا، مفيش مشكله عنده في اي حاجه خالص، مش سايب هم حاجه. في اتفاقات الفلوس مثلا لو بنعمل مشروع احنا الاثنين بيزهق وهو بيفاصل مع المنتج او هو بيفاصل مع حد، فانا بروح اصلا الاقيه واخد فلوس قليله جدا، فببتدي من حته تحت، هو بيزهق قوي، انا عايز اعمل الشغلانه بسرعه فانجزه، هتديني كام؟ بيقول مره ما بيوافقش الراجل فبيوافق له على اللي هو عايزه، باله مش طويل يعني في الحاجات دي. اول حاجه ما ينفعش يجي على صحتك. صح؟ يعني صحتك اهم من اي حاجه. بس هو زي ما فاهم بيقول انا بحب شغلي قوي قوي، فببقى ايه يعني ما دخت شويه ولا تعبت شويه بقى هكمل وهبقى كويس. يعني تاني حاجه سلمك للضرايب بشكل رهيب. لا بالعكس، يعني الضرايب هيخبطوا عليك بعد كده، قال لك ده ناقص يلعب باليه. ايوه. لا بس هو فعلا في موضوع الاتفاقات ده انا مش 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 مفاصل جيد، الناس اللي هي بتعرف تتفاوض في الفلوس ده خالص، يعني ربنا يخليه نبيل صديقي ومدير اعمالي هو اللي بيتعامل في الحاجات دي، لان انا فعلا بيبقى الهدف ان انا طالما بحب الحاجه، يعني انا حابب البرنامج ده انا هاجي البرنامج ده، هديك 10 قروش ماشي هاجي، ما عنديش مشكله. لو مش حابب بقى بقعد اقول ارقام يعني بتبقى عايز تتفصص. وساعات بيوافق وفعلا. طب كويس برضه. مصلحه طبعا. طيب. على ذكر بس فهمي، انا عايزه بس اعلق على المكتبه اللي انت بتدخل تصرف كل فلوسك في المكتبه، تجيب ايه؟ لا بص انا هقول لك على حاجه، انا قريب كنت بجدد مكتبي، يعني استغليت الفتره بعد المسلسل بعد ما خلصنا، كان عندي كده شهرين فاضيين، فجددت المكتب وعملت ديكورات بسيطه كده وبتاع، فكنت بجمع بقى الحاجه. انا في درج اكتشفت ان في فوق الألف قلم. ألف قلم؟ فوق ده رقم. لأن أنا بخش المكتبة عارفة اللي هو بزيح كده بالرف اللي هو بإيديا كده، بقوم جايب أنا بحب الأدوات المكتبية بشكل مش طبيعي. بس ألف قلم؟ وبستخدم مثلا 3-4 أقلام منه. وعارفهم طيب؟ عارف. وفي قلم بحب يعني أكتب أغاني مثلا، في قلم بتفائل، القلم ده هو ده اللي بكتب بيه الاغاني. في مثلا كانت مراتي جايبه لي قلم هديه، ده القلم ده لما باجي مثلا الدنيا مزنقه وبتاع اقوم ماشي ايدي كده. انت مهووس بالاقلام؟ مهووس. وبالادوات المكتبيه عموما. طب مش ده كده انت مسرف اهو. لا انا سفيه مش مسرف.
في فرق بين الصرف اللي هو اللي بيصرف والسفه. انا سفيه بس هقول لك على حاجه. يمكن لان قيمه الالم هي حاجات عبيطه، فلو جمعتي الالف الم دول يطلعوا بكذا. لكن ارجع تاني مثلا ان اشتري ساعه مش عارف اعمل ازاي، بس في الام، في الام بفلوس كتير قوي يعني، بس ستيل برضو يعني حاجات برضو. يعني في الام حاجات محترمه يعني ممكن تصرف كتير فيها. يعني هتلاقي عندي واحد مثلا او اتنين بالكتير عندك اهو. طيب لفت نظري في شهاده فهمي انه بيقول عليك او هو بيحب اكتر حاجه فيك ان انت تافه. تافه انا مش عايزه اقولها بس يعني نعمة. هو قالها. لا 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 خالص. يقصد بيها ايه؟ ما هي التفاهه مش معناها يعني انعدام المسؤوليه او الهبل يعني. لا التفاهه بمعنى حب الحياه والضحك وخفه الدم يعني. لا ادعي ده عن نفسي، ولكن انا بدعي ان انا بحب الضحك وبحب الحياه. يعني مش معقدها يعني خالص خالص. واما مثلا بيبقى في حاجه متطلبه حركات مثلا بجسمي معينه، في مثلا واحد يقول لك لا انا يعني ده يعني جسمي هيبقى شكله، لا انا ضخم وبحب الرقص جدا وبحب الحركات. وكان قال لك النص اللي فوق ايه؟ صاحب مطعم واللي تحت لعيب كره معتزل. لا لي في المسلسل فكان مثلا في المسلسل لما بنيجي يبقى في رقصه او اغنيه او حاجه، كان يقعد مي وفهمي تقول شوف شوف شو مي السوسه هي اللي تقول له بص 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 مي ايه حبيبتي طبعا لذيذه مي جميله. فكانوا يقعدوا يقولوا لي انت ازاي بقى جسمك عامل كده وضخم وخفيف يعني في نفس الوقت. انا بحب المزيكا وبحب الرقص وبحب الانبساط. طيب في شهاده ثانيه برضو عايزاك تشوفها معانا. يلا. اكرم يعني قعد سنين هو اللي بيكتب لنفسه الاول، وبعدين لم الورشه كل واحد فينا جاي من حته مختلفه شويه. لا بس اكرم طبعا بيشارك في الكتابه، لما بيروح له درافت هو بيزود التاتش بتاعه. اكرم حسني في شغله مش ديكتاتور على قد ما هو متعب، ومتعب جدا ان هو محسوك وبتاع تفاصيل يعني. بس هو لما بيكون احنا ورشه كبيره 12 13 واحد، فلما بيكون في حاجه مش عاجباه وبنعمل فوتنج وهو اللي بيخسر بنمشيها يعني، وبننفذ اللي احنا عايزينه يعني. بس هو مثلا ممكن نقول له لا دي مش احسن، يقول لنا مش احسن حاجه، طب اعملوا لي 3 4 اوبشنز، فاحنا بطلنا ان احنا نعترض لان احنا اللي هنلبس عليهم 3 4 اوبشنز تانيين يعني. ساعات بيتعصب بس مش في الورشه، ساعات بيتعصب كتير وهو لابس شخصيه ابو حفيظه، لان الموضوع متعب جدا في الميك اب والوقت اللي بيلبسه والشعر والنضاره، هو بيلبس لينس عشان يعادل النضاره الغريبه اللي هو بيلبسها، فبيبقى متعصب جدا. ففي التصوير احنا بنبعد عنه خالص. هو اكرم حسني لما بيلبس ابو حفيظه فعلا احنا كلنا بنقعد نقول له يا استاذ سيد، حتى الناس في البوفيه وهو داخل يقول له ازيك يا استاذ، يعني هو احنا بنتعامل معاه على انه استاذ سيد ابو حفيظه. وهو بيتلبس فعلا بالشخصيه اول ما بيحط الميك اب وبنفس هبل الشخصيه يعني. اكبر مشكلتي مع اكرم مش مشكلتي انا بس طبعا، انا جزء من ورشه كبيره، مشكلتنا كلها مع الاكل. واحنا بنروح ناكل مينلي وساعات بنشتغل يعني. هو اكرم بيحب الاكل جدا، وكل العمال الدليفري حافظينه، كل المطاعم مصر حافظه نمرته. فاحنا بنبقى عارفين ان السيزون اللي هيشتغل فيه اكرم ده احنا هنزيد كل واحد فينا من حوالي من 45 ل 65 كيلو. اكرم بيعمل دايت بيستمر لمده 3 ايام، بيزيد فيه وزنه جدا. في مره كان عامل دايت ودايت يشرحه للجمهور بتاعه، لان هو كان دايت مهمه جدا، كان الدكتور كل يوم بياكله علبه ايس كريم كيلو. فانا نفسي افهم ايه نوع الدايت ده جدا يعني، لان هو ولا كان اكرم بيخس ولا احنا كنا بنخس، وكل حاجه بنقيله ب 60 نيله يعني. اكرم كريم جدا، واكرم كريم لدرجه ان هو احنا لازم نفكر احنا او اهله ان احنا نحجر عليه بجد، لان هو اكرم بيشتري كل حاجه ملهاش لازمه كتير. انا كنت مره مسافر انا واكرم وبكري زميلنا في الورشه، واكرم كنا رايحين مسافرين بالطياره، وبعدين اكرم قال لنا خدوا شنطتي سباقوا لغايه ما الاقي الركنه في الباركنج وبتاع. ف خدت شنطته وحطيتها على السير، فلقينا فيها طبانجه واحنا مش معانا اكرم. فطبعا الضابط قعد يقول لي في طبانجه، اقول له مستحيل طبعا، طبانجه ايه؟ فنبص احط الشنطه تاني في طبانجه جوه الشنطه. فاكرم بقى يكمل لكم قصه الطبانجه دي اللي احنا كنا هنتحبس فيها بسبب. انا مش حابب اتكلم عن اكرم واشكر فيه والكلام ده، لان هو هيبقى كليشيه قوي ان يضيف قاعد وواحد جايبينه يشكر فيه. بس انا بشوف دايما ان اكرم ليه فضل عليا انا وناس كتير من الورشه، ان هو لمنا عشان نبدا نكتب، والنهارده كلنا بنكتب في السوق. وانا الحمد لله قعدت اكتب معاه 4 سنين، وربنا ما اكرمنيش الا لما سبته يعني. انا النهارده اول ما سبت اكرم بعد الموسم الرابع بقيت ممثل في SNL وواحد من التيم الرئيسي. فيا رب اكرم يفضل مشغول. واخيرا هو الشقه اللي احنا بنصور فيها دي شقته اللي انا مأجرها منه. وانا عايز اساله سؤال، هل يا اكرم النهارده احنا اتاخرت عليك في الايجار،
هل هتطردني على طول ولا هتديني شويه وقت بس الم حاجتي وعيالي وكده؟ لا هدي الوقت. ربنا كرمه بعد ما سابك. خدت بالك من الجمله دي؟ انا جايه هدي النفوس طبعاً. وديكتاتور وبتشتري حاجات ملهاش لازمه وعصبي. وايه حكايه الطبنجه اللي بتسافر بيها في ايه؟ ما هي تركيبه بقى ارد على ايه فيهم. اولا انا بحب عمرو وهبه جدا جدا لانه من الناس اللي اولا موهوب، ثانيا بيشتغل جدا على نفسه. موضوع الطبنجه، احنا كنا مسافرين عندنا ايفنت معين في شرم الشيخ، واحنا مسافرين التيم بتاعنا، فانا بروح دايما بعربيتي في المطار. انا عندي كوارث مع المطارات، لا يعني لازم في كل سفريه بيحصل حاجه، وحكيت يعني في برامج قبل كده في لازم في كل سفريه مشكله. فقلت لهم يعني خدوا الشنط بتاعتي اسبقوني، خلصوا انتوا الاجراءات والحاجه وانا هركن واجي لكم. عايز تكسر بقى ان يبقى ما فيش مشكله. يعني مش لازم كل مره الطياره تفوت هم يعني. يدخلوا الاول. فهم سبقوا وبعدين كل شويه يكلموني اقوم قافل، اكيد بيستعجلوني عشان اطلع فاقوم قافل، يقوموا مكلميني تاني. فلقيت مكالمات كتير فرديت، قالوا لي اكرم اطلع فورا الشنطه فيها طبنجه. هو انا من بعد ما خرجت من الشرطه انا مسموح لي بترخيص سلاح، وانا عندي شركه يعني شركتي هي ورقها شركة إنتاج وأنا صاحب الشركة، فمصرح لي يعني من كذا حاجة، فمعنا ترخيص سلاح. طيب. ودايماً الطبنجة ببقى حاططها في التابلو بتاع العربية، وتحديداً يعني الفترة اللي هي كانت بعد الثورة اللي كان فيها بلطجية وكان فيها حاجات كده بتبقى موجودة في التابلو العربية. عصام المساعد اللي معايا لما بيجي يرتب العربية وكده، هو كان لسه منظف العربية قبلها بيوم، فبيعمل ايه؟ بيشيل كل الحاجه عشان يروح لمحطه البنزين يغسل العربيه، يحطها في شنطه، يحطها في شنطه. فانا الشنطه دي مرميه كده في شنطه العربيه، وهو مجمع فيها الحاجه وانا مش عارف ان الحاجه فيها، فرحت حاطط بقيه الحاجات ورحت قافل الشنطه ومديها له من غير ما ابص فيها. فطلعوا طبعا كانت مصيبه سودة، يعني انا مش موجود في الصوره طبعا، وهم اللي داخلين بالشنط، فكانوا هيتحبسوا لولا انا طلعت طبعا للضابط عرفت وريته الرخصه طبعا بتاعتي. طبعا يعني موقف اتلم يعني، بس كانوا هيضيعوا فيها يعني. وقال لك بتشتري حاجات ملهاش لازمه. ما هي ادوات مكتبيه معظمها برضو. انا عندي مشكله في الموضوع ده. ما هم كمان حلوها، قالوا هيحجروا عليك، هم بيفكروا جديا يعني. ما مش هاهون عليهم، لا لا انا اطيب من كده. اكيد اكيد. طيب انا بقى عايزه ادخل في السخن عشان كفايه كده حاجات حلوه. فخلينا نطلع لفاصل ونرجع ونبدا بقى الكلام الجد. يلا يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانية فقره انا والفن. لازم نشوف البروفايل الاول ونرجع ونبدا كلامنا مع بعض. يلا يلا. اكرم حسني، حضرة الضابط أكرم ليه حسني. أيوة حضرة الضابط اللي اتخرج من أكاديمية الشرطة سنة 96. كنت ضابط في العمليات الخاصة في الأمن المركزي. بعد ما استقال من جهاز الشرطة حصل له شيفت كارير لحتة بعيدة خالص، راح أكرم حسني لعالم تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكانت أول طلة ليه على الجمهور من خلال إذاعة نجوم أف أم. ابتكر أكرم حسني شخصية سيد أبو حفيظة، الراجل الأصلع إلا من خصلة شعر واحدة ما تداريش قرعته. وفي الآخر تيجي تقولي معلش يا بيبي جاي من الشغل تعبان، والله يا سيد ما عندك ريحة الدم. ضخم الجثة في حالة عرق دائم، لابس بدلة بوشيرت كالحة، ولافف حوالين رقبته منديل محلاوي، وبيسخر من كل حاجة بتمر عليه بدل ما يطق يموت. بابا طب ماشية المرة دي وكل سنة وحضرتك طيب. يا ابني انت عايز فلوس؟ عايز الطلب. من خلال سيد أبو حفيظة قدر أكرم حسني يسخر من الواقع المصري بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال عدة برامج زي برنامج أخبار الساعة 25 وبرنامج أسعد الله مساءكم. البعض بيقول إن أكرم كان دايماً حذر وعارف إيه السقف أو الخط الأحمر وما بيخطيهوش، عشان كده في الوقت اللي أنهت فيه قناة أم بي سي برنامج زميله باسم يوسف، فضل برنامجه مستمر على نفس القناة. ومع الوقت شخصية سيد أبو حفيظة بقت براند، ماركة مسجلة باسم أكرم حسني، ومطلوب ظهورها خارج إطار البرامج التلفزيونية، وده اللي حصل لما ظهرت في سيت كوم الكابوس سنة 2009، وفي مسلسل نونا المأزونة سنة 2011. في سنة 2013 ابتكر أكرم حسني شخصية تانية، شخصية وسيم هدهد، قدم من خلالها برنامج واحد في شهر رمضان بنفس اسم الشخصية، ولظروف كتير وقتها أغلبها سياسي ما نجحتش شخصية وسيم هدهد،
بنفس قدر نجاح سيد أبو حفيظة. ده غير إن شخصية وسيم هدهد كانت بتقدم محتوى ساخر متميز قد يكون محتاج متلقي ذكي شويتين ومصحصح معظم وقت الحلقة. أنا بقالي شهر وثلاث أيام واقف في الإشارة اللي هي عارفين حضراتكم تقاطع شارع صفوت حجازي مع شارع البطل عصام العريان في اتجاه بديع. لكن الشخصيتين سواء أبو حفيظة أو وسيم هدهد بيقولوا بوضوح إن أكرم حسني جواه ممثل عاوز يطلع، ودي كانت النقلة المهنية الثالثة في حياته. وبالفعل مثل أكرم حسني لحد دلوقتي في ثلاث أفلام ومسلسلين، منهم فيلم كابتن مصر وفيلم كلب بلدي ومسلسل لهفة ومسلسل ريح المدام اللي شارك فيه البطولة مع أحمد فهمي. معلش نعوض في الجولة اللي جاية يا سلطان، بس بقولك إيه، عايزك الجولة دي تفلق نحلة نحلة في الحلبة. خمس أعمال ما يكفوش أبداً في تقييم أكرم حسني كممثل، لكن كافيين إننا نقول عنه إن وجه له قبول كبير عند قطاع مش قليل من المشاهدين. ويخلونا نطرح سؤال، هو أكرم حسني ناوي يركز في إيه على حساب إيه؟ لأن المثل الشعبي بيقول صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. رأيك إيه بقى في البروفايل؟ عجبك ولا لأ؟ عجبني جداً، نسيته بس بنك الحظ واحد من الافلام اللي انا بعتز بيها وبحبها. اكيد اكيد مش هنحط كل الاعمال، اصل هم يعني هو كان ناقص بنك الحظ بس. لكن بروفايل محترم ولامم الدنيا وكلام حلو، يا رب اكون استحقه. لا اكيد تستحقه. طب ليه وسيم هدهد ما نجحتش او ما سمعتش مع الناس؟ خلينا اكون واضح، انا طول الوقت ما بحبش ادفن راسي في الرمل. وسيم هدهد من الاعمال اللي انا تعبت فيها جدا جدا وعملت له مجهود خاص، يعني يمكن انا خسيت 27 كيلو قبل وسيم هدهد عشان يبقى شكلا مختلف ومضمون، يعني طريقه الكلام حتى عملت ضب، فصلت ضب مخصوص علشان يغير الشكل ويغير يعني طريقة الكلام، بغير حتى في مخارج الألفاظ بتاعتي. المحتوى بتاعه من أكتر الحاجات اللي أنا بحب اختلافها، لأنها كانت بتناقش مصر سنة 2053 بعد 40 سنة من دلوقتي، وهي الحقيقة زاوية مختلفة لمناقشة الأحداث. فكرة أنك بتشوفي تأثير المشاكل اللي بتحصل النهاردة على المجتمع المصري بعد 40 سنة. أوكي. فهي زي ما تكون جرس انذار كده ان يا جماعة خدوا بالكم، احنا عندنا المشاكل دي لو استمرينا هيبقى ده حل. وكنا متعمدين نبالغ في القتامة بتاعة المستقبل علشان نقول للناس ان خدوا بالكم هيبقى شكلنا عامل كده. طب بما ان في رسالة واضحة كنت عايز توضحها او كنت عايز توصلها للجمهور، ليه ما نجحتش؟ ليه ما سمعتش مع الناس؟ الحاجة الاولانية كان عندنا اخطاء في الكتابة، لان المشاهد مش حابب انه يقعد ربع ساعة يسمع سرد. يعني يسمع حد عمال يتكلم ومسترسل في الكلام. وده كان خطأ واحنا بنفكر ما خدناش بالنا منه. الحاجة التانية إن البرنامج نزل على قناة واحدة بشكل حصري، وكان مواعيد عرضه كانت سيئة جدا. كان العرض الأول ليه الساعة 4 الفجر الناس نايمة، كان في رمضان، والعرض الثاني الساعة 12 الظهر والناس في شغلها لسه ما صحيتش، والعرض الثاني لا في شغلها الساعة 12 الظهر يعني بس في رمضان يعني واللي ما بيشتغلش نايم. والعرض الثالث كان الساعة 8 بالليل والناس بتصلي التراويح، فهي القصة يعني ما يعتبرش تشاف يعني. اتظلم يعني برنامج. بصي اصل الظلم دي يبقى انا بنفي المسؤوليه عن نفسي وبقول ان الناس هي اللي ظلمته، لا انا كان عندي جزء من الخطا والجزء الثاني في طريقه عرض وتسويق. طيب عايزك تبص على الفيديو اللي انا هعرضه لك دلوقتي. اكرم انت كنت شاطر. انا الفن سبوبه بالنسبه لي عشان بس نبقى من الاخر بقى نروح نعمل القرشين. ايوه الحلوين. ونقعد. لا ده كان على سبيل الإفيه طبعا، بس كده طبعا، لكن مش انا والسبوبه مثلا بدل انا والفن. ما كنت اصلا انا ما غيرتش كارير كامل علشان الفلوس بس يعني. بس لا. احيانا الواحد بياخد حاجات سبوبه يعني، لان ساعات الواحد بيهزر بس بيبقى فيه شويه كده جزء من الحقيقه. بصي هقول لك على حاجه، انت او اي حد بيقعد طول الوقت يشتغل علشان يبقى، انا بتكلم عن الحياه الفنيه طبيعي، علشان يبقى هو البراند
لما بتبقي انت البراند اي حاجه بتعمليها بيبقى ليها فلوس طبعا، يعني بتظهري في لقاء تلفزيوني بتاخدي فلوس، بتعملي اعلان بتاخدي فلوس. فهي الفكره ان احنا بنقعد كتير نتعب علشان نعمل البراند ده، بس هي دي الفكره ببساطه. لو ده لو الناس تعتبر ان ده سبوبه ماشي، بس انا بعتبرها ان انا بعمل حاجه. يعني حتى الاعلانات التجاريه في ناس تقول لا انا ضد الاعلانات، لا انا مع جدا ان اي حاجه تبقى مطلعه منتج دمه خفيف وحلو ويعجب الناس، ليه ما اعملوش؟ ما عنديش مشكله فيه، وفي نفس الوقت بيجي مصدر دخل كويس. طب المنتج ولا الفلوس؟ الاثنين طبعا. مين الاول؟ المنتج. المنتج الاول. بدليل ان انا ساعات بقول لك ان انا ببقى عايز اعمل حاجه وبتنازل عن الارقام اللي هي حقي العادي، بقل عنها كتير عشان انا عايز اعمل الحاجه دي. طيب تعال نشوف الاستاذ رامي عبد الرازق بيقول ايه او انطباعه عن اكرم حسني. طبعا للاسف الشديد لم يستطع اكرم حسني حتى الان انه يتجاوز شخصيه سيد ابو حفيظه، ولم يتعلم من تجارب احمد حلمي او محمد سعد او محمد هنيدي في انه يكسر حاجز الشخصيه اللي قدمها واللي الناس عرفته بيها. وانا شايف ان ده تحدي كبير بالنسبه لاكرم ما قدرش يتجاوزه لغايه دلوقتي. شخصيه ابو حفيظه استهلكت كتير جدا من طزجتها ومن حب الناس ليها، ومجرد تواجدها على الساحه الاعلانيه ده اكبر دليل على انها تقريبا في طريقها الى الافول والانتهاء. ويمكن عندنا مثال شهير جدا اتقدم قبل كده وهو شخصيه اتش دبور. لما احمد مكي عمل اعلانات بشخصيه اتش دبور ده كان اعلان نهاية شخصية اتش دبور، وانتقل مكي لشخصيات أخرى. وبالتالي ظهور أبو حفيظة في الإعلانات هو تحديدا الإشارة اللي بتقول إن خلاص أبو حفيظة على وشك إنه ينتهي تمام. إيه رأيك في الكلام ده؟ رأيي يحترم طبعا وأتقبله، وإن كنت أختلف مع مضمون. يعني لو الأستاذ رامي مثلا فند لي يعني ايه لما بعمل اعلان ده بيبقى معناه ان الشخصيه بتنتهي، انا بشوف العكس. هو الـ لو اعتبرنا ان ابو حفيظه ده هو البراند، هو اكيد شركه كبيره زي شركه المحمول اللي انا عملت لها الاعلان مش هتجازف بشخصيه منتهيه الصلاحيه علشان تبقى هي واجهتها الاعلانيه. بس هو بيقول يعني ان انت بتعصر الشخصيه للاخر عشان تاخد اخرها او توصل لاخرها. هقول لك على حاجه والله بمنتهى الامانه، انا بعمل ابو حفيظه من 9 سنين. يعني أول حلقة كانت ليا بأبو حفيظة في النشرة كانت يوم 31/12/2008. أنا بعد أول 30 حلقة بعد ما خلصت الموسم الأولاني في النشرة قلت أنا لازم أخرج من الشخصية، كفاية قوي عليها كده. وخلال ال9 سنين دول أنا بحاول أقنع المنتجين بكل الأشكال إن أنا عندي حاجات تانية تعالوا نقدمها. يقول لك لا ما هو ده مضمون وده بيبيع والناس عايزاه طب يا جماعه ما نجرب. يعني مثلا وسيم هدهد دي كانت محاوله من ضمن المحاولات ان انت تخرج من عبايه سيد ابو حفيظ. يعني نقدر نقول الاستاذ رامي بيقول نفس الكلام اللي انت بتقول او اللي انت حابب تعمله او كنت عايز تعمله من زمان. ما هي دي مش محتاجه ناقد سينمائي علشان نقول ان ما ينفعش نحصر نفسنا في شخصيه. بس انا يمكن ما اعرفش هو انتوا سجلتوا معاه قريب ولا لا، يعني التسجيل ده قريب وبعيد لان طبعا لسه جديد. بس يمكن بقى يعني يمكن بآراء نقاد كتير. بس هو على فكرة هو بيتكلم على فنك كله مش آخر مرحلة. ما أنا ده اللي بتكلم فيه إن مثلا رايح المدام هو خروج كامل من شخصية أبو حفيظة. إحنا حتى ما استخدمناش الشخصية، كان عندنا مناطق نقدر نستفيد بأبو حفيظة فيها، قلنا لا بلاش نعمل ده علشان يبقى أكرم ملوش علاقة. نقدر نقول المنتجين هم اللي حاصرينك في سيد أبو حفيظة. أنت كنت ضد ده وكنت بحاول اخرج منه طول الوقت لحد ما الحمد لله انا يمكن في بنك الحظ شخصيه ملهاش دعوه خالص بابو حفيظه، في ريح المدام شخصيه ملهاش دعوه خالص. حاليا انا بعمل فيلم البدله مع تامر حسني شخصيه بعيده تماما. هكلمك في كل التفاصيل يعني كل حاجه هنتكلم فيها، بس انا عايز اوري لك بقى احمد امين بيقول عليك ايه. حبيبي يلا. انا اعرف اكرم طبعا من قبل مسلسل الوصيه بكتير، لان اول ما ابتديت اعمل فيديوز اونلاين على يعني فيديوز بتاعتي اللي انا ابتديت بيها 30 ثانيه ومش عارف ابتدى يبقى ما بيننا كلام،
في التليفون وابتدى يشجعني وابتديت اساله ايه رايك واعمل ايه والخطوه اللي جايه ايه. فمن اول مكالمه وانا حسيت كده ان الراجل ده يعني قلبه كبير وروحه حلوه، ما عندوش حته ان هو يفكر في حته ان ده بيعمل قصادي او بيعمل حاجه مثلا ممكن تبقى فيها منافسه او فيها مش خالص خالص، هو ما عندوش الحته دي خالص. ناس كتير كانت شايفه ان البلاتو منافس لابو حفيظه وابو حفيظه منافس للبلاتو، ناس كانت بتقول لي كده ومش عارف ايه، في حين ان من اول تقريبا او من تاني حلقه في البلاتو وانا بتكلم مع اكرم واساله على رايه في السكتشات اللي احنا بنعملها، هو بيبقى عارف احنا بنعمل ايه في البرنامج وانا عارف هو بيعمل ايه، عنده علاقتنا طول الوقت فيها حته كده ابعد ما تكون عن المنافسه وعن حته ان يبقى ده برنامج قدام برنامج. اوجه الشبه ما بين اكرم حسني وابو حفيظه انا مش عارف ايه، بس هما الاثنين سايبينها على الله، يعني هما الاثنين مفوتين كده يعني سايبين المسائل تمشي براحتها. احتمال ده يكون وجه شبه، احتمال يكون وجه شبه ما بين اكرم وابو حفيظه ان ممكن يتكلموا بثقة فظيعة في حاجة هم مش عارفينها قوي، ممكن يعني طبعا اكرم اقل مش قوي كده، بحافظ على الاكستريم يعني بيعمل دي بفترة. الصوت ساعات يعني صوت اكرم شبه صوت ابو حفيظه لما يبقى اكرم بيالف حاجه فبيستخدم نفس الطبقه بتاعه ابو حفيظه في يعني ساعات. ازاي اكرم هيستخدم ابو حفيظه في المستقبل؟ هي دي الحته اللي محتاجه تتعمل بذكاء، تتراجع كويس قوي قوي، لان الشخصيه بقت مهمه الناس اتعلقت بيها فاستخدامها لازم يبقى مدروس. كواليس مسلسل الوصيه بدات من نص ساعة تقريبا، يعني ما بقالهاش كتير قوي، حصل ما بيننا عدة لقاءات على الكتابة وعلى السيناريو وعلى القراية وكده. طبعا أكرم في الكواليس زي أكرم في برا الكواليس، نفس الروح الظريفة والهزمة، عارفش نقعد على بعض، عارفش نقول كلمتين عدلين جد. عيب أكرم الفعلي إن هو ساعات بيقلل من نفسه أو بيحط نفسه في حتت هو ما يستحقهاش، حتت أقل منه، وساعات لما أتكلم معاه في بعض الاختيارات بلاقي عنده سبب واضح يقول لي أنا عملت كده علشان خاطر أنا عندي سبب محدد، فيحب مثلا يمشي خطوات بطيئة بس فيها ثقة أو يعني أقل مغامرة، بيبقى عنده وجهة نظر، بس ومع ذلك دايما بختلف معاه وبحس إن هو لا يعني أكرم أنت ممكن تبقى في حتة مش ده، انت اختيارك ده مش افضل حاجة. والله نصيحتي لأكرم ان هو يهتم بمذاكرته شوية، لان هو الحقيقة ذكي جدا بس لعبي، يعني بيعمل حاجات كتير، بيعمل ابو حفيظة وبيعمل مسلسل بيعمل فيلم وبيعمل حاجات كتير جدا، وده تشتيت. فيعني لكن لو هو ركز وذاكر كويس سابه بقى من موضوع التمثيل ده خالص وركز في مذاكرته هيبقى احسن كتير جدا جدا، لان هو لو درجاته مش حلوة اخر السنة مش هيعمل مسلسلات تاني. انا وعدته وهو وعدني وان شاء الله هيبقى كويس. منافس الأمس صديق اليوم. لا عمره ما كان منافس، عمر أحمد أمين مش علشان هو فنيا لا يستحق، بالعكس ده يعني ممكن يبقى أحسن مني بكتير. هو أحمد شخص موهوب بشكل غير طبيعي وشخص مجتهد ودؤوب وبيسعى، ولسه الناس ما شافتش من أحمد أمين اللي عنده. أحمد عنده كتير جدا جدا، وأنا زي ما هو قال كده أنا من يمكن من أول أو تاني فيديو عمله كلمته، هم يعني ما كناش نعرف بعض اول مره. احمد انت شاطر وموهوب وقعدت تشعر في الحاجات اللي هو بيعملها وبقينا اصحاب. طب بس هو بخف الدم بقى بيقول ان انت مش مركز ومشتت وان انت لازم تركزه في المسلسل ده علشان لو ده بقى وقع ما فيهاش قومه. بصي انا مشكلتي اني يعني ما بعرفش اعمل كذا حاجه جنب بعض، لظروف خارجة عن إرادتي بقيت بعمل الفيلم مع المسلسل مع البرنامج، بس البرنامج الحمد لله خلصناه وتفرغنا للفيلم مع المسلسل. أنا بحب أركز في حاجة واحدة وأطلع فيها كل طاقتي علشان أبقى متحمل مسؤوليتها بالكامل، إني ما قصرتش في حاجة وقدام ربنا أنا عملت اللي عليا. لكن لما بتتعرض حاجة كده باجي بقى على حساب يعني صحتي، اللي هو الوقت اللي كنت هنام فيه لا مش هنام وهقعد أشتغل على المسلسل. فهو عنده حق من وجهة نظره إن, إن, إن التركيز في عمل واحد ده الأصح، بس أنا بتبقى حاجة خارجة عن إرادتي، أنا تعاقدت على المسلسل وبعدها الفيلم على اعتبار إن الفيلم هيخلص في توقيت سريع وبعدين أتفرغ للمسلسل. بس دي أول بطولة ليك. مظبوط. فأنت شايف نفسك قدها؟ طيب بصي أنا مش مع قوي فكرة إن دي بطولة قدها إن شاء الله. طب تيجي نشوف النقاد بقى بيقولوا ايه؟ يلا يلا.
أي محاولة من أكرم حسني إن هو يروح لمنطقة البطل الأول هي محاولة خطيرة جداً، لأنه لسه إمكانياته حتى الآن لا تؤهله أن يصبح بطل أول. وجوده في منطقة السنيد هي منطقة آمنة بالنسبة له، لكن لن توفر له نجاح لفترة طويلة. أكرم حسني لو راح أو عقل وزه إن هو يروح لأدوار البطولة المطلقة هيخسر كل حاجة، فهو هيبقى شكله جيد أو يعني هتبقى أفضل له إن هو يلعب في الأدوار التانية وهي بتحتاج لمواهب أيضا. يعني محدش قال إن أكرم حسني يصلح إنه يكون بطل أول في أي فيلم في العالم، والله ممكن تجيله فرصة. يعني في كثير من الأمور الغير منطقية بتحصل في حركة الفن في مصر سواء في الدراما أو في السينما، لكن إنه يبقى بطل مطلق لا، أعتقد إنها محتاجة إمكانيات ومحتاجة إن هو نفسه يكون عنده هذه الرغبة. يعني الراجل مازال بينتقل، هل يستمر في البرامج ولا يتجه للسينما؟ أيهما هتدي له عمر افتراضي أكبر؟ فالحيرة دي لما تكون عند نفس الشخص ما أقولش إيه إمكانيته إنه يكون بطل أول. بطل أول يعني ليه تأثير على عدد هائل من الناس والمشاهدين، وأعتقد إن أكرم حسني ما وصلش لهذه المساحة. الثلاث نقاط شايفين إنها خطوة متسرعة وإن أنت لسه مش مؤهل ليها، ردك عليهم إيه؟ أنا شايف إن ده كلام يمكن سابق شوية، يعني تعالوا نحكم لما نشوف النتائج التجربة. وهقول لك على حاجة، أنا في الأول وفي الآخر باخد خطوات، بحاول إن أنا أسعى واجتهد علشان أطلع بأحسن حاجة. والله لو كلامهم حقيقي وأنا فشلت في التجربة اللي بعملها، لا قدر الله، يعني خلاص هتعلمت إن دي تجربة أنا ما وفقتش فيها، هحاول إن أنا أوفق فيها في المرحلة اللي بعدها. يعني بشكل هتوفق فيها في المرة اللي بعدها، لكن مش هتفكر إن أنت ترجع تاني للأدوار التانية. خلاص هقولك على حاجة، أنا عندي كمان تحفظ على كلمة السنيد اللي أستاذ رامي عبد الرزق قالها، لأن هي دي تعيب الفنان. ما فيش حاجه اسمها سنيد، في كل دور في العمل الفني ليه اهميته. بس طول عمر السينما المصريه فيها سنيده. انا عندي تحفظ على اللفظ، سلام نابلسي، ما عنديش مشكله بس مش كانوا بيستخدموا اللفظ ده؟ يعني لو كانوا ما كانتش بتتقال. انا اتحفظ على اللفظ حتى لو هو قديم وكان اساتذه عظام بيقولوه. مفيش حاجه اسمها سنيد. سنيد طب ممثل مساعد مثلا، في دور مش في جايزة الممثل المساعد، ممثل تاني مش مساعد، دور تاني. لكن لا، سنيد انا بشوفها تقليل. ده باللغة الإنجليزية صح؟ انا بشوفها برضو سنيد في الآخر. انا ما بشوفهاش كده، انا بشوفها. طب هي انت شايفها عيب او شايفها او مش حابب اللفظ؟ تنتقص من 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 ممثلين كبار، سيبك مني انا. مفيش حاجة اسمها سنيد، في حاجة اسمها دور هو اجاد فيه ولا ما اجادش. لو أجاد يبقى يستحق يكرم عنه. يعني نقدر نقول إن أنت شايف إن كلمة سنيد أنت شايف إن ده تقليل منك صح؟ طيب تعال نشوف أحمد فهمي وعمرو وهبة بيقولوا إيه. يلا. هو أكرم عنده مشاكل مع كلب بلدي، هو مش عنده مشاكل، هو في الآخر أكرم شخص واقعي وفاهم هو بيعمل إيه حتى لو الحاجة نجحت. أكرم مش فكرة إنه بيكره الفيلم، أكرم نجح فرح زي ما احنا فرحنا كلنا بنجاح الفيلم. أنا بعترف إن أكرم وحتى معتز، يعني اتكلمنا بعديها أنا ومعتز وأكرم، أكرم اتظلم شوية في الفيلم لأن في مشاهد كتير نتيجة اللونجير شوية، نتيجة إن الكاركتر اتعملت بشكل مختلف حتى فيزيكال، يعني على مستوى الشكل حتى بتاع الشخصية. المساحة كانت أقل بكتير، في ناس كانت داخلة الفيلم متوقعة من أكرم مساحة أكبر، مش أداء أحسن أو حاجة. فممكن ده يكون مسبب لأكرم إن لا، هو كان عندي أكتر من كده، وده بان في رايح المدام بشكل أكتر. يعني أكرم دايما عنده اعتراض على كلب بلدي ده، وممكن هو يقول لكم بقى الموضوع ده، يعني هو الفيلم ده بيزعره شوية. نرجع لأحمد فهمي الأول، تعليقك على كلامه. أولاً أحمد فهمي، بس بما إن إحنا اتكلمنا عنه، أحمد فهمي ده من أنظف وأجدع وأجمل الشخصيات اللي أنا تعاملت معها، مش في الوسط الفني بس، هو في الحياة بشكل عام. إنه شخص جدع وبيحب أصحابه وبيحب شغله، وأنا يعني سعدت جداً بكل الحاجات اللي عملناها مع بعض. كلب بلدي
انا ما يعني لا انكر ان انا هو مش من افضل الحاجات اللي بحبها. هو في الاول في الاخر فيلم احمد فهمي. طب مين مسؤول عن دورك في كلب بلدي اللي طلع؟ انا عايز ارجع يعني انا مش لا اعفي نفسي المسؤوليه. مش بقول ان فيلم احمد فهمي يبقى انا اقصد اقول ان هو فيلم بطوله احمد فهمي وانا كان الشخصيه اللي بلعبها شخصيه الفيلن او الشخص اللي هو الشرير اللي بيحاول ان البطل يعني يتصارعوا مع بعض. التحضير للشخصيه ما كانش في افضل الحالات. يمكن انا اتكلمت مع معتز التوني المخرج بعدها ان فعلا احنا كنا محتاجين ناخد وقت اكتر للترتيب. المونتاج كان عليه عامل كبير قوي بان انا تقبلت ان انا ابقى موجود في الفيلم وانا عارف ان المساحه مش كبيره لان انا عايز اشتغل مع فهمي وما عنديش مشكله في طب يعني مين اكبر ومين اقل. ان هم قطعوا من دورك في المونتاج مثلا لصالح فهمي؟ لا 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 خالص مش لصالح فهمي. لا 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 خالص خالص. طب مين المسؤول انت شايف من وجهه نظرك؟ أنا المسؤول الأول لأني دايماً متعود أدرس الحاجات قوي قبل ما أخشها. هنا يمكن المشاعر وصحبية الفهمي وإن فهمي طلب مني ده فقلت له يلا نعمله على طول من غير ما أحسب الشخصية هي دي اللي أنا عايز أعملها فعلاً ولا لأ. طيب بعيداً عن إنك مش عايز تزعل حد وإن أنت جايب المسؤولية عليه، مين بعد أكرم المسؤول؟ اتكلمنا انا ومعتز التوني المخرج. معتز مخرج شخص الفيلم. صديقي جدا جدا وبحبه جدا جدا ولما اتكلمنا اتعاتبنا عتاب الاصحاب اللي هو لا يا معتز الشخصيه ظلمت في الفيلم وفي المونتاج مش مساحه الدور. انا ما عنديش مشكله ان مساحه الدور كانت تبقى صغيره وانا موافق عليها من البدايه وهي صغيره. انا 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 شفت ان المونتاج بس اخل بالشخصيه. واتكلمنا انا ومعتز في ده والراجل يعني بشكل ضمني قال لي انت عندك موافق. حق موافقك على ده ونسيناه يعني قلنا خلاص يعني تعالى نركن ده على جنب احنا اصحاب في الحياه وبعيدا عن الشغل ده تمام. طيب رايح المدام عمل ملايين المشاهدات صح؟ بس في نقد انا عايزه اوريه لك مهم جدا. طب اتفضل. للاسف الشديد مسلسل رايح المدام تجاوز الحد الفاصل ما بين ان احنا نستغل شخصيات المعاقين او اصحاب العهاد في ان احنا نحطهم في سياق كوميدي وان احنا نسخر من المعاقين واصحاب العهد وده للاسف الشديد شكل من اشكال الكوميديا المصريه في الفتره الاخيره اللي لازم نتخلص منها ونرجع تاني نعرف الفروقات ما بين استغلال اصحاب العهد في مواقف كوميديه او السخريه من اصحاب العهد. في رايي ان اي عمل كوميدي بيسخر من معاقين او اي فئات يعني او من لون حد او من جنسه او طريقه كلامه هذا غير مقبول وغير انساني. وبالتالي مسلسل رايح المدام لجوءه الى السخريه من المعوقين او اصحاب المشاكل الخاصه ده شيء غير انساني ولا يؤدي للضحك اطلاقا. هو انا مش عارف هم يقصدوا ايه بالمعوقين. اوري لك الفيديو طيب؟ اه. طب يلا. طيب اجيب لك بيتزا وجلوكوز وقطن وكده عشان القعده؟ لا يا حبيبي انت عندي ديش بارتي كل واحده منهم جايه الادويه بتاعتها معاها. طب خلي بالك بقى نمره الاسعاف 124. ها ايه ده يا باكت ده الصوت توطي صوتك يا ابني ما يعرفش مين فيكم انتوا الاربعه اللي داخل البطوله؟ اربعه اصلا الاثنين دول بس اعملوا حسابكم انا باخد على الراس 400 جنيه يعني الاثنين 800 جنيه. امسك كده معاك كام؟ ادي ورقتين كل ورقه ب 100 يعني 200 جنيه. طيب ودي كمان وادي ورقتين ادي 400 جنيه. فهمت. بصي هو مسلسل رايح المدام هو كوميديا او فانتازيا بتعالج او مش عايز ادعي يعني رسائل من وراها بتحاول انها تضحك المشاهد يعني الموضوع مش هدف منه اي مورال او عايزين نقول مسج واضحه هو كان الهدف منها الضحك فقط. ولا سقطه انتوا وقعتوا فيها؟ قد يكون قد يكون سقطه يعني ولا لا؟ ما انا بقول لك هي الحاجات اللي ممكن تجرح حد زي كبار السن او خلافه ممكن تبقى بس ممكن تبقى سقطه من عندنا واحنا مثلا لما بيبقى في حاجه كده لا 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 ندعي الكبر او حاجه وبنعتذر عنها فلو دي سببت اذيه لحد نعتذر احنا ما نقصدش ده طبعا الهدف الاساسي ان يوصل يعني رساله كوميديه من غير ما نضايق حد فلو حد اتضايق من ده بنعتذر يعني فقط لا غير انت ما كانش قصدك ولا انتوا ككرو تقصدوا اهانه احد هي مواقف كوميديه بنروح لها يعني حلقه كبر السن دي
يعني اكيد ما نقصدش بيها اهانه المسنين، نحترمهم. بس انت مش شايف ان الوعي لازم يكون مهم؟ يعني لازم يكون وعي باللي انت بتقدمه علشان ما تسقش لحد او تجرح حد. مش المهم ان انت تضحك الناس، فالمهم ان انت تضحكهم في انهي اطار حقيقي. ولما بقولك بنخطئ في حاجه زي دي، وارد ان احنا واحنا بنشتغل يحصل حاجه ما خدناش بالنا منها، او ان دي حاجه ممكن تضايق حد، نعتذر عنها وما نكررهاش. طيب في نقد تاني بخصوص برضو المسلسل لازم اخليك تشوفه. طب ممكن؟ طب اتفضل. يعني عرضتوا بعض المشاهد دلوقتي مرعبه مش بس مزعجه، بعضها صوره الطبيب اللي هو اكرم حسني لما كان قاعد يتكلم على ده في ريح المدام، مش عارف الحقيقه هو اللي محتاج يستريح تقريبا خالص من عرض مثل هذه الادوار، لانه هيودي المجتمع كله في داهيه. ف يعني بيتكلم تقريبا على كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا عشان نغير مفاهيمها بيضربها، بيقول على الادويه النفسيه ان هي بترفع وبعدين بتتخن وبعدين ملهاش لازمه يعني على كل الاحوال، فالمريض من باب اولى ينتحر. فانا في رايي انه بس لو اخذت الجمله دي يا فندم هي جمله في منتهى الخطوره، مش بس علشان هي بتضرب الطب النفسي وفعاليه الدواء واثر فعاليه الدواء في ان المواطن يبتدي يحس ان المرض النفسي هو مرض له اعراض وله دواء. واخدين موضوع على صدرهم على فكره، ده انتقاد لاذع بقى. بس هي دكتوره نفسيه، طبيبه نفسيه ومتخصصه، فتعليقك ايه؟ تعليقي ان شخصيه دكتور بهجت في المسلسل دي شخصيه دكتور نفساني بيعاني من اكتئاب مزمن. هو كدكتور نفساني بيعاني من الاكتئاب مزمن، فبنأسس له ان الدكتور ده في عيادته بيدعوا الناس ان هم ينتحروا. اكيد ما بضعوش للناس في الحقيقه. خطير يا اكرم، مين عاقل او مين عنده منطق هيطلع يحرض الناس انها تنتحر وهو يعني دينيا وشرعا وكل حاجه غلط؟ هي الموضوع كله يعني السياق اللي بيتقال فيه هو ده هو مش في سياق، هو ما بيكونش تحريض بس بيبقى في منظور سليم. يعني مثلا لو انت اتريقت على حد صاحب معاها، وده لو حصل بره مثلا بيتقدموا للمحاكمة على طول. اه طب صح؟ طب فهو ده هو، بس الإدراك أو الوعي، لأن أنت فنان عشان لازم تاخد الناس وتطلع بيهم. الخطوط الحمراء عندي هي إنك تأذي مشاعر حد، فلو ده حصل بشكل ضايق حد وهو أكيد غير مقصود لازم نعتذر عنه. عشان كده عرضنا لك كل حاجة النهاردة عشان يكون ليك ردود واضحة على كل المغالطات اللي حصل عند الناس. اسمح لي نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. هتشربوني شاي؟ هشربك شاي في الفاصل. يلا. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. آخر فقرة معانا هي أنا والآخرون. ليه آخر فقرة؟ أنا عايز أقعد، عايز أكمل معاك. هنكمل نعمل حلقة تانية. يلي. بتبص للآخر إزاي أكرم؟ يعني العدو الصديق بتشوف الناس ازاي؟ بشوف ان احنا ربنا خلقنا مختلفين لسبب والحكمة، فلازم اتقبل وجودك ولازم احترم رأيك حتى لو بيتعارض مع رأيي. طب مين الاخر اللي انت مش ممكن تقبله؟ مفيش. نقدر نقول ان اكرم متسامح ومتصالح مع كل اللي حواليه ومع نفسي قبل اللي حواليا، لان انت لو تصالحتي مع نفسك هتعرفي انت شايفه نفسك ازاي وقيمتك الحقيقيه ايه وقيمه اللي قدامك ايه. فلما نختلف يا اما نحترم راي بعض يا اما بلاش نخش في الديبيت ده اصلا. طب بتختلف مع مين؟ مين اللي انت بتختلف معاه؟ بختلف مع تجار الدين مثلا. يعني الناس اللي بيتاجروا بكلام ربنا. طيب في فيديو عايزاك تبص عليه. I'm the third world. I did. No, you are. The third world, Jesus Christ, I've been around 7,000 years. And we've proven that we were civilized 7,000 years ago. That's not civilization. Civilization is how you contact the other people. Do you know how to love? Do you know how to care? This is civilization. If you go to a very poor man here,
and he has nothing to give you, he'll go and borrow from his neighbors a loaf of bread and he'll offer it to you. In Europe, you may faint and drop dead in the street and people will just walk away from you and they don't give a shit. We have to know what the word civilization means. And then we could say first world, third world, then. If you're still a savage, I'm not talking about you personally, I like Irish people. اتفق وبشراسة. أستاذ يوسف شاهين بيتكلم عن التواصل مع الآخرين. طبعاً. بصي، طول ما فيه تطرف فكري وطول ما فيه شخص بيميز بينه وبين الآخرين بعنصرية، عمر ما هيبقى فيه سلام وعمر ما الناس هتعيش مستريحة ومبسوطة. يعني أنت بترفض إن إحنا مقولة إن إحنا عالم تالت؟ بصي، أنا 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 بشوف إن إحنا ناس محتاجين نبطل كلام كتير ونشتغل، لأن إحنا بنتكلم أكتر ما بنشتغل كتير، وعايشين على فكرة الحضارة والسبعة آلاف سنة، ويعني وما بنعملش أي حاجة لا لنفسنا ولا اللي جاي بعدنا. طيب، أحمد صلاح السعدني كان انتقدك أو انتقد توقيعك على استمارة عشان نبنيها، ترد عليه وتقول له إيه؟ يعني يحترم، وجهة نظره تحترم وفوق دماغي. هي القصة كلها هي قناعات، أنا عندي قناعة معينة وتصرفت بسلامة نية، ما أعرفش إن الجدل ده هيحصل. أنا ده رأيي السياسي ومش شايف اختيارات تانية، وهروح في الانتخابات اللي جاية أنتخب الرئيس السيسي. لا، هو مش بيتكلم على الاختيار، إن الفنان يعمل، هو بيتكلم ده بشكل عام، بأن لو واحد عايز يدي صوته يروح مباشرة الانتخابات ويدي صوته، مش لازم إن هو يطلع في الإعلام وإن هو يعمل سبوت على رأيه ويصور نفسه. وأنا هو ما قصدتش أعمل ده، يعني أنا شو يعني هو شايفه إن شو إعلامي ولكن مش الاختيار. يعني أنا ما قصدتش ده، أنا الصحفية اللي جت قابلتني علشان تقولي على الاستمارة، وأنا بمضي هي صورتني ونزلت الخبر. أنا ما كنتش متعمد أعمل ده. في ناس لمتني على رأيي السياسي ودول أنا ضدهم، يعني ده رأيي الشخصي وهفضل أقوله حتى لو متعارض معاك. كل واحد حر في رأيه طبعا، لكن فكرة إن الفنان مش المفروض، أنا شايف ده، وأنا ما قصدتش إن أنا أنزل الصورة. هو نزل عن طريق الصحفية وحاجة خلاص مش عارف أرجعها، يعني مش هينفع أقول لها ليه نزلتي ده. تمام. طيب، في فيديو عايزاك تشوفه معنا. يلا، معنا تليفون، بس عايزاك أنت اللي تاخد التليفون ده، اتفضل. يلا بينا. ألو ألو. أيوة، دبدوبي. إيه موضوع الدبديب؟ منيرة تاني ولا إيه؟ مش معقول مش عارف صوتي، هيبقى شكلنا وحش. ركز شوية. أنا مالي يا أخويا؟ ما أصلي يا منيرة يا مراتي، فمين فيكم؟ دول اللي مسمح لهم يقولوا كده. دبدوبي يا أنا اللي هقولك مين؟ طب قولي أي أمارة. طيب، يا نهار أبيض، والله شكلنا وحش جدا أوي أوي بصراحة. صح؟ لا، مش مراتي. مش مراتي، مش عارف صوتي. بيقولي مش مراتي. لا، أصلا مراتي بتتكسف. أنا عارف، مستحيل تقولي كلام. أيوة، ماما ضغطوا عليا. مين؟ معانا مدام لميس. المدام بجد والله؟ لا، مستحيل. هي اللي حصل في الموقف ده. دقيقة يا مفتري، دقيقة يا مفتري، عشان تعرف صوت مراتك. اللي حصل ان هو قالوا لي قبل ما نطلع نخش التسجيل، عايزين نعمل مداخلة مع مراتك. فرحت مكلمة لميس، عايزين نعمل معاك مداخلة. انا عارف ان مراتي بتتكسف، فقالت لي مستحيل. قلت لها حبيبتي عشان خاطري وما فيهاش حاجة، مسلسل اسمه رايح المدام ويسألوكي بقى يعني الحاجات، رايح المدام ولا لا؟ قالت لي انت عارف انا بحب ما بتكسف وما بعرفش اتكلم وبتاع. قلت لها طبعا عشان خاطري. قالت لي لا، خلاص خلاص. فانا داخل الهوا او البرنامج، يعني انا اللي مكلمها وقالت لي لا مش هطلع. طب بس الصوت بقى، خلاص احنا متفقين على حاجه، بس انت سمعت صوتي فخلاص
ازاي ما تعرفش صوت مراتك؟ يمكن ولا انت من المفاجاه؟ لا يمكن عشان نفسيا انا مش متوضب مؤهل. متوضب ان بس ملهاش علاقه بقى ان انت اول ما تسمع صوت مراتك لازم هتعرف. لا بس هو اصل هي يعني صوتها مش يعني عادي بيتشابه مع اصوات تانية يعني مش مميز قوي ما فيهوش مثلا بحة لو اول ما اسمعه اعرفه. بتسمع اصوات نسائيه كتير ولا ايه؟ هنعمل مشاكل كده يعني مش قوي. لا هي بس الفكره التحضير النفسي لك اكرم ولا ايه؟ لا طب حصل والنبي في راجل هيطلع يقول بيني وبينك كده بذمتك انت؟ لا انا ما اعرفش قول. في بيقولوا في بيقولوا انا في برنامجي قبل كده ناس كتير كلهم قالوا ان هم بيلعبوا بدلهم. اه كتير واعترفوا اعترافات صريحه وواضحه. بس انا مش فانا بالنسبه لي انا ما تشاهدنيش على الكلام ده. لا خالص. مريت انت بالحاجات دي قبل كده؟ اه طبعا اتقالي كتير. لا بس انا بداري عليهم لان انا بيبقى بيني وبينهم والكاميرا بس اه انت حلال والله. لا ما بلعبش بديلي يعني اللي يبقى معاه ست كده زي مراتي ما حرام عليه يعني. طيب علشان الكاميرا موجود انا كده فهمت ان انت قلت لي ما فيش حد بيطلع الكاميرا ويقول الكلام اللي هو ايه اللي انت قلته من شويه. ليه انت قلت هو في حد بذمتك هيطلع يقول ان لا 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 يعني انا استغربت بس ان في حد بيطلع يعمل كده لكن انا كموقفي الشخصي لا ما مش بعمل ده. طيب مصدقك. ايش تيجي نشوف الفيديو الجاي؟ انت سوسه بشكل. عايز ارجع بقى لموضوع العنصريه اللي احنا بنتكلم فيها. ما دام انتوا يعني عم بتقولوا ده ليه زعلتوا من اكرم حسني؟ لا لان في قله ادب فعلا. طبعا هو اعتذر هو والمنتج. هو البرنامج اعتذر يعني بس خلاص بقى ليه ما ينفعش حضرتك تسالني ليه زعلت قله ادب فلازم يعني ليه ما خدتهاش كنكته وليه ما خدتهاش ك ما فيش حد او حتى بلاش نكته عديها يعني انت لو تشوف مثلا كل الناس في الاعلام بيسمعوا ما هو اسوأ من ذلك ف يمكن عشان الموضوع ده كتير ودي ودي مش كارر طبعا من هو ولا من لا من هو. الناس كتير عموما بقى ما انت حضرتك تقول ان في نوع من قله ادب في عموما يعني كوسط يعني بيحب يقفي والنوع ده من الافيهات افيهات رخيصه جدا بيلجا اليها الممثل الكوميدي لما يبقى فقير خالص ما عندوش كلام يقوله ولا افيه مكتوب ولا موقف معمول فيرمي على اي حاجه من غير ما يركز ان حد ممكن يزعل. ده نوع من الكوميديا ده اسمه شيطان الافيهات لما بيحضر على الكوميديان يا عيني بيبقى بيستسلم ليه وبيقول. تعليقك ايه؟ هي لازم تتحكي من اولها لاخرها. قول اتفضل. احنا كان عندنا حلقه في المسلسل المفروض ان احنا داخلين نايت كلاب فعاملين دهنين وشنا وكده وعاملين فيها يعني اجانب بنتكلم بطريقه معينه الهيب هوب والحاجات دي. فالمفروض ان كان في فهمي بيقول لي المكان ده بيجي يغني فيه ناس فانا قلت له الناس اللي بيجوا يغنوا هنا مشاهير من ضمنهم فرقه بلاك طينه. تمام. بعد الحلقه فلقيت امير منزل بوست على الفيسبوك ان دي قله ادب وان دي عنصريه وان 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 فبمنتهى البساطه رحت منزل بوست كده طويل عريض بقول فيه ان انا بعتذر جدا انا واسره المسلسل عن ان لو وصلت لامير ان دي يعني احنا بنتريق على لون بشرته لان هو ده اخر حاجه مقصوده وكان افي مش مقصود بيه ومع ذلك هو عنده حق واحنا بنعتذر. قابلته بعدها بفرح رحت واخده بالحضن وسلمت عليه وقلت له انت زعلان مني؟ قال لي لا انا تمام وانا شفت البوست بتاعك الاعتذار وتمام واحنا بس. قلت له على فكره مش مقصود بيها اي حاجه وانا بعتذر لك ورحت بايس راسه. اللي استغربته بقى ان الفيديو ده بعد الاعتذار وبعد الحضن اللي كان في الفرح وبعد ما يعني قلت له مرتين انا اسف وانا بعتذر لك وده مش مقصود بيها. يبقى في انواع من الكوميديا لما بيبقى او اثرها ما بتروحش عند الناس بيفتكروها ان دي سخريه منهم. الفكره بص انا زي ما قلت لك ما عنديش مشكله خالص اني لما اغلط اقول انا غلطت وبعتذر ومش هكرر ده. بس تعالي نتكلم بقى بجد. ما هي بلاك تيما دي اصلا هي عنصريه. يعني هو بيميز التيما بانها بلاك. هو لو يعني اسم فرقته اصلا عنصري فانت جاي تقول ان انا اللي بتريق. لا انا لو اتريقت وانت قصد يعني شايف ان دي تريقه مقصوده انا اعتذرت لك عنها. انت بقى اللي المفروض تعتذر لان انت مسمي فرقتك بلاك تيما دي هي دي العنصريه. انك بتميز اسم الفرقه بلون. ومع ذلك تاني احنا بنشتغل شغلانه مكشوفه قدام الناس كلها
اللي بنطلع نقوله الناس كلها بتسمعه. فمستحيل مستحيل ان مفيش واحد مش هيطلع ينتقد او يطلع يقول انا زعلان. اللي ليه حق بنقول له ما تزعلش حقك علينا ومش، والمدعي او اللي عايز يعمل فرقعه او اللي عايز يعمل شهره ده ربنا معاه بقى، مش هنلتفت له يعني. طيب من مصادرنا وعندنا معلومات بتقول ان المنتج احمد فهمي بيتهمك دائما وابدا في كل الاماكن، وبيقسم بان انت سرقت شخصيه سيد ابو حفيظه منه ونسبتها لنفسك. ردك ايه بقى على الكلام ده او الاتهام ده؟ ما هي الحاجات دي ما بتردش عليها في برامج. الحاجات دي بيترد عليها في ساحات القضاء وبورق. اللي حاصل ان بعد تاني موسم من نشرة الاخبار بدأنا الحمد لله نحقق مشاهدات كويسة جدا، وهو احمد فهمي قبل كمان ما يكون المنتج اللي بيعمل لي ده هو صاحب فضل عليا، لانه اول حد امن بان انا ممكن اجيب شخص حدش يسمع عنه حاجة وقتها كممثل. انا كنت مذيع راديو بس محدش يعرفني كممثل. هو ده اللي مضايقه على فكره، ان هو صاحب فضل عليه. انا عمري ما انكرت ده، وفي كل حته بطلع اتكلم فيها لما بنيجي نتكلم عن النجاح بقول ان في شخصين دول بعد ربنا سبحانه وتعالى هم السبب في ان انا اوصل للناس، هم احمد فهمي المنتج ومحمد كوينة مخرج البرنامج نشره الاخبار، لان هو اللي جه قال لي، خدني من ايدي وقال لي تعالى احنا بنعمل برنامج، احمد فهمي هو المنتج بتاعه، وتعالى اكتب معانا فيه. انا كنت رايح اكتب، ما كنتش رايح امثل. بس هو بقى متضايق ان انت ان هو صاحب فضل عليك، وفي نفس الوقت ان انت اخذت الشخصيه ونسبتها لنفسك. ما هي اللي يفصل في ده ايه تاني؟ انا النهارده اول ما بدات اعمل الشخصيه رحت وزاره الثقافه في قطاع الفنون التشكيليه، سجلت الشخصيه. سجلتها ازاي؟ بصوره فيها ملامح الشخصيه وفي توصيف مين شخصية سيد أبو حفيظة، شخصية راجل بسنه كذا، بيرتدي بدلة بالشكل الفلاني، على كتفه منديل محلاوي، عنده نظارة، أقرأ كل التفاصيل. بس هو يا أكرم بيقول إن الفكرة هو اللي قايلها لك، الكاركتر هو اللي بدعه، وإنت رحت سجلته باسمك. لا، ما هو تعالي وده سبب الأزمة من وجهة نظري خالص، وده أنا قلتها يعني، ارجعوا لأقدم فيديو موجود يخص المشكلة دي. أنا بقول نفس الكلام، إن في فرق بين نشرة الأخبار الكوميدية وبين شخصية سيد أبو حفيظة. أحمد فهمي هو صاحب فكرة نشرة الأخبار، وإن كان نشرة الأخبار الكوميدية دي في SNL بقالها 40 سنة، بس هو صاحب فكرة إن إحنا نمصرها. تمام، بطلع أقول ده من يوم ما ظهرت في التلفزيون أصلاً، إن فكرة نشرة الأخبار طبعاً فكرة أحمد فهمي، لكن فكرة الشخصية يعني إيه فكرة الشخصية؟ يعني بيلبس إزاي؟ بيتكلم إزاي؟ البروفايل بتاعه عامل ازاي؟ احمد مثلا دخل عليا مره واحنا في المراحل التحضيريه قال لي طب هو كده صوته عالي شويه ما نهديش الصوت؟ قلت له ممكن يبقى صوته اهدى، فهو بيستند ان هو كده اللي عمل الشخصيه، انه نبهني ان الصوت يبقى كده. قلت له احمد الشخصيه دي 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 باكج على بعضه، فيها شكل وفيها اداء وفيها صوت، ما ينفعش تدعي ان هو انت بتملكها لمجرد ان انت وجهتني في حاجه في ادائها. زائد ان انا عندي شهادات في شهر من الشهر العقاري فيها المخرج ومدير التصوير والكتاب اللي بي 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 بيدعموني او بيقولوا ان الشخصيه دي من نتاج افكار اكرم حسني. يعني كلام المنتج احمد فهمي غير حقيقي او غير صحيح؟ لو بيقول ان الشخصيه بتاعته فهو غير حقيقي. نشره الاخبار طبعا بتاعته. طيب انا عايزه اسمعك بقى في تسجيل صوتي عايزاك تسمعه وتقول لنا مين. ماشي تمام، بس لازم تقول لي مين، انت ما عرفتش صوت مراتك. ما تعديها بقى يا سمر بقى، كفايه فضايح بقى. لا ما تبصش على الشاشه، انا عايزاك تسمعه بس. يلا اتفضل. حبيبي يا اكرم، انا تامر حسني وعايز اقول لك رساله من كل قلبي. انا بحبك جدا جدا، واحنا اصحاب من سنين كتير، واحنا بدانا مع بعض في سنه واحده، كنت انت في الاذاعه وانا بغني، يعني انا شاهد على كل خطواتك الجميله الثابته. انت تعبت عشان تنجح وتتميز، مش تنجح بس، لا تعبت عشان تنجح وتتميز، وده الاهم. انت فعلا مميز، ودايما بقولك الكلمه دي، انت فنان المستقبل، والنهارده بقولها قدام كل الناس. ان شاء الله اكرم ربنا يكرمك، وكل الناس مستنيه منك المزيد. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، ان اكرم في فيلم البدله عامل شغل عالي قوي قوي قوي، فعلا عامل ابداع مش طبيعي،
وكمان مفاجأة كمان في التراجيدي كمان، يعني هتتفرجوا عليه تضحكوا وهيضحكوا وهيعيطكوا. لا فعلا أكرم ممثل موهوب جدا جدا، إن شاء الله الفيلم هيعجبكم. حبيبي أكرم، ربنا يكرمك يا رب وأشوفك أنجح حد في الدنيا. تامر حسني حبيبي. تامر نجم الجيل. حبيبي حبيبي تامر، تامر حسني الفنان الجميل. هو ما حبش يطلع بصورته وفضل ان هو يطلع بصوته علشان اللوك اللي هو عامله للفيلم طبعا. عشان الناس بس تعرف. تامر زي ما هو قال كده، اولا بشكره على الكلام الجميل، يا رب ابقى استحقه فعلا. تامر احنا فعلا بادئين تقريبا في نفس التوقيت، هو بادئ كمطرب وانا بادئ في الاذاعه. وتامر انا حضرت معاه في مشواره محطات معينه كده، انا قلت له قريب، قلت له احنا بنصور الفيلم، قلت له انا حطيتها قدامي كده كل ما بيحصل لي شويه احباط ولا حاجه ابص للنموذج ده. تامر مره كنت بقدم حفله في شرم الشيخ، كان هو الحفله بتاعته يعني، وبعد ما خلصنا رحت بعمل معاه لقاء للاذاعه اللي انا كنت بشتغل فيها. ففي وسط الكلام انا بشوف تامر بيعمل افلام وبيعمل اغاني والبومات وبيسافر على جوله حفلات بره ده. فبقول له تامر انت بتنام امتى؟ فقال لي انا بستحرم انام علشان انا في يوم ما الساعه 5 الفجر كتبت اغنيه اسمها كذا، الاغنيه اسمها كذا دي كسرت الدنيا. فقال انا لو في التوقيت ده كنت نايم ما كنتش كتبت الاغنيه وما كانتش كسرت الدنيا، بقت نقطه تحول في مشواري. فانا تقريبا بستحرم النوم، يعني الوقت اللي انا نايم فيه اشتغل فيه. وعشان كده النهارده هو تامر واصل للمكانه دي من حب الناس، من الجماهيريه اللي احنا بنشوفها في حفلات وفي الاماكن اللي بنروحها. النهارده واحنا بنصور مثلا في الفيلم، مش متخيله استقبال الناس لتامر ايه في الشوارع لما بنبقى موجودين، بس بتحبه فعلا. دي حقيقه، دي حقيقه. فالحب ده مش هيجي غير عن طريق حاجتين، يا موهبه يا اما الراجل ده بيسعى وبيشتغل، وهو تامر عنده الحاجتين يعني. لا هو موهبه واجتهاد وذكاء ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليك. اكرم حسني نورتني. ميرسي يا سمر. وانا يعني يمكن لسه كنت بحكي لك من شويه، رغم ان ضيق الوقت والانشغال وكده، اول ما قالوا لي سمر يسري وانا قلت لهم انا هروح البرنامج ده ايا كان ايه العوائق، ايه مواعيد التصوير. وانا عارفه ان انت كنت مشغول جدا، بشكرك ان انت فضيت نفسك اصلا وجيت. انا بحبك جدا وبحب برنامجك جدا، انت مذيعه مثقفه وشاطره وبتمتلكي الادوات بتاعتك، بتعرفي ازاي تحاور الضيف اللي معاكي، بتعرفي ازاي تطلعي منه الحاجات اللي انت عايزه كمذيعه تطلعيها، عشان كده الناس تحبك. نورتني بجد. بشكرك. استنوني في انا وانا جديده، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.